السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بكم ودردشة جديدة مع عبد الناصر زيدان. طبعا خلينا نقول كالعادة بنستمتع بمباريات الدوري الأوروبي، ولسه للتو استمتعنا بمباراة ليفربول ونابولي. بصراحة يعني فريق نابولي فريق غلس. ليفربول النهاردة يعني الناس اجتهدوا على قد ما يقدروا، لكن الكرة الإيطالية انتوا عارفينها، اعمل حيطة يا ولد، وخطفوا هدف، وكويس المباراة انتهت بالتعادل لصالح ليفربول من وجهة نظري، لأن دول كانوا هيقفوا كده يعني لا حول ولا قوة، ولا كان حد يقدر يعمل لهم أي حاجة. المهم يعني أبو صلاح ما قدمه اليوم مقبول منه، عودة من الإصابة. عارفين مع كل مرة محمد صلاح بيغيب فيها بياخد مباراة أو مباراتين قبل ما يرجع للفورمة بتاعته، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. تعادل جعل ليفربول في المقدمة، ولكن المجموعة ملتهبة، لأن يعني حتى المرحلة الأخيرة مش هتقدر تعرف مين أول ومين تاني، ودي حلاوة الدوري الأوروبي. يعني الحمد لله لليفربول ما سقطش على ملعبه، والحمد لله المباراة انتهت تعادل، تعادل أفضل من الهزيمة، لأنه طبعا يعني كلنا قلبا وقالبا مع ليفربول، والناس اجتهدوا النهاردة على قدر المستطاع. تأخرنا ساعة طبعا كالعادة بسبب مباريات الدوري الأوروبي، ورجعنا لكم النهاردة. كان يوم حافل، صحيين بدري، وعندنا كان حاجات كتيرة جدا، ولكن أعتقد أنكم أنتوا كلكم منتظرين أني أنا أبدأ معاكم بالحدث الأبرز والأهم، اللي هو فيديو مرتضى منصور اللي اتكلم فيه عن ضبط وإحضار للزميل الأستاذ أحمد سعيد، وكمان تويتة المستشار تركي آل الشيخ اللي أطلقها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو اللي بثه مرتضى منصور. خلينا بس نعرف القصة من أولها ونشوف، يعني هنجهز دلوقتي بالفيديو بتاع مرتضى منصور اللي بيتكلم فيه عن ضبط وإحضار الأستاذ أحمد سعيد. مرتضى منصور خرج علينا بفيديو، وأنا ده بستعجب له جدا، يعني لأن من المفترض الحاجات دي إجراءات قانونية لها أهلها، ولها يعني إجراءاتها القانونية اللي بتسري فيها. يعني كيف يخرج يعني خطاب ضبط وإحضار ما عارفينش هو جاي منين أصلا، ولا مرتضى حصل عليه ازاي؟ من المفترض في جهات بتخاطبها النيابة العامة. يعني انا اول مرة اعرف ان واحد، يعني ما انا شاكي مرتضى منصور 7000 شكوى، ما فيش مرة حد اداني ورقة وقال لي احنا بعتنا له للمجلس النواب عشان نعمل له كذا وكذا وكذا وكذا، ولا انا طلعت بورقة ولا حد طلع بورقة. دي حاجات عايزة ضبط يا جماعة، لانها يعني للأسف الشديد بتدي إيحاءات أو بتستغل من مرتضى منصور أنه يسير الدنيا على مزاجه. يعني خلينا نتكلم بما يرضي الله. يعني خليني النهاردة، أنا عجبني حاجة مهمة جدا اتقالت النهاردة في حق مقام النائب العام الجليل، أنه راجل فاضل ومكتبه مفتوح لكل المصريين. أنا بس بناشد معالي النائب العام، العدالة على الجميع. يعني النهاردة مرتضى منصور لما يطلع بورقة ضبط وإحضار على مشكو في حقه، يعني هو شاكي أحمد سعيد، فيطلع هو يبلغ الرأي العام أن أحمد سعيد على ضبط وإحضار؟ يعني هذه أمور غير منطقية بالمرة، ولا أتصور أن احنا في دولة قانون فتية قوية محترمة يحصل فيها ده. يعني كل ما أرجوه، كل ما أرجوه أن يبقى الأمور تاخد مجراها القانوني، ما يطلعش علينا مرتضى منصور في الفيديو زي ما أفرجكم دلوقتي وكأنه هو اللي ممشي الدنيا. يعني شوف أسلوب كلامه وشوف أسلوب حواره واسمع معايا حضرتك. طبعا أنا لا أعقب ولا أعلق على أي قرارات من قبل النيابة العامة أو القضاء، وحاولت أتصل بالأستاذ أحمد سعيد لأتأكد من موضوع الضبط والإحضار، لم أستطع الوصول إليه لا هو ولا محاموه، عشان بس نبقى جايبين كل الأطراف، لأن احنا بننقل صورة. ولكن أنا بس بهدي الفيديو ده للرأي العام، هو ينفع حد يطلع كده وكأنه بيلوح للمجتمع إنه هو فوق الناس كلها وبيعمل اللي هو عايزه؟
يعني اجراءات الضبط والاحضار لها طرقها القانونيه وابوابها المشروعه، سواء من قبل النيابه العامه بتامر الشرطه انها تضبط وتحضر فلان او فلان او فلان، لكن ما ينفع هذا التشهير بهذا الشكل. ما هو احمد سعيد يمكن يروح النيابه والنيابه تفرج عنه، ويمكن يروح النيابه والنيابه تتحفظ عليه، ده امر خاص بالنيابه العامه ولا نتدخل فيه، ولكن ده تشهير لاسمه وتشهير لسمعته، واحنا ضد عمليه التشهير بكل ما تعنيه الكلمه. يعني النهارده مرتضى منصور بيقول لك ايه في الفيديو؟ بيقول لك اسرتي واهلي وسب اسرتي وسب اهلي والكلام ده كله، اذا صح ذلك يعاقب احمد سعيد، لان احنا ضد الخوض في الاعراض بكل ما تحمله الكلمه من معنى. انا ما شفت فيديوهات لاحمد سعيد بهذا الشكل، احتمال يكون عمل فيديو انا ما شفتهوش في تهديد او في تناول اعراض او الكلام ده، ولكن برضه في المقابل بدل بنتكلم في التهديدات والاعراض، مرتضى منصور هددنا بالقتل وهددنا بالدم وهتك اعراض ناس كتيره جدا وسب ناس كتيره جدا وتجاوز في حق ناس كتيره جدا. وخلينا اقول لكم ان المحامين القائمين على القضايا الخاصه بي تقدموا بطلب ان شاء الله باذن الله هيكون بكره او بعد غد في مكتب معالي النائب العام، بكره الخميس النهارده الخميس، احنا بقينا النهارده الخميس او يوم السبت، علشان خاطر نحاول نقابل معالي السيد النائب العام، علشان خاطر برضه نشوف احنا القضايا اللي احنا رافعينها والتهديدات اللي بالقتل اللي بتجينا من مرتضى منصور وهتك اعراض الناس وسب الناس. يعني انا بس انا موضوعي كله بينحصر في كلمه ونص، ما ينفعش انه يطلع حد ايا كان على راسه ريشه يدي هذه الايحاءات، وبعد كده يقول لك الاول احمد سعيد الاول، واحبس ممدوح عباس، واحبس عبد الناصر زيدان، واحبس ابو المعاطي زكي، واحبس احمد سليمان، واحبس العتال، واحبس مصطفى عبد الخالق. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده، والله العظيم ما ينفع. احنا مصريين ومحترمين وبنحب الدولة واحنا يعني مواطنين شرفاء جدا جدا جدا، ما تديش حد ميزة على حساب حد يا فندم. وانا واثق ولا اريد ان ازوج لا بالقضاء ولا بالنائب العام في هذا الموضوع، لان انا عارف ان مرتضى منصور بيستغل ده للشؤون الاعلامي عكان يبعت رسائل من شأنها تخويف الاخرين، لكن بيننا وبين مرتضى منصور القانون، والقانون هو اللي هيتكلم. بس انا نفسي يبقى هو عنده الجرأة ويتخلى عن حصانته، علشان خاطر زي ما النيابة بتستدعي اي حد بيشتكيه مرتضى منصور، احنا برضه وغيرنا تستدعين نيابة دون ان يتقوى بالحصانة بتاعته. هي دي المرجلة وهو ده الاسد وهو ده الذكر، ولكن انت مستخبي ورا حصانتك. زي انت رحت شتمت محمد الصباحي حكم مباراه الزمالك وانبي، ولما اللواءات قالوا لك ده غلط واحنا هنا بنحافظ على الارواح، قلت لهم انا عضو مجلس نواب ما حدش يقدر يلمسني. يعني اي منطق ده؟ اي منطق ده؟ ولذلك انا بس مش عارف انتوا قريتوا الاهرام بتاع يوم الاثنين ولا ما قريتوش، بصفحه 3 كان في تصريحات للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بيقول الخبر اللي انا قلته لكم من شهرين، ان في نواب سيتم رفع الحصانه عنهم للتحقيق معهم في شكاوى او احكام صدرت في حقهم. اتمنى ان يكون مرتضى منصور احدهم، واتمنى ان زي ما الدوله والقانون بيطبق على الناس اللي بيشتكيها مرتضى منصور، القانون يطبق على الناس اللي بتشتكي مرتضى منصور. نسمع ونشوف ونقول، هذا بلاغ للنائب العام على الهواء مباشرة، كيف يخرج مرتضى منصور وبيده خطاب ضبط وإحضار بحق مواطن ويهدد من خلال هذا الخطاب الآخرين؟ أنا لا أتعرض للخطاب ولا أعرف صحته ولا أعرف كذبه. نشوف. وما في إن أنا أرجل منهم كلهم، هذا قلت لك يا سعد. في نائب عام محترم، في نائب عام محترم، في محامين عاملين محترمة، في رؤساء نيابة وكلاء نيابة معاونين نيابة محترمين. ده بيتي اللي انا قلت عليه، اللي كان مزعلني ايام نبيل صادق. نائب عام اسمه حمادة بيه، هذا الراجل المحترم جدا جدا جدا، حمادة بيه صادق. تمام؟ عنده محامين عاملين على اعلى مستوى والركية. انا قلت ايه؟ في حاجات بتمس العرض جت، لكن واحد مرسوم قضية تعرض ودخلت السجن وماتت في السجن، عادي. لأن ربنا بيحمي المحصنات المؤمنات المحصنات الغافلات، مش اللي دخلوا السجن في وضع ضعاف. فتلاقي ولد اسمه أحمد سعيد والبنت اسمها الرقاصة سفلة، والواد اسمه أبو المعاطي، والواد التاني اللي اسمه عبد الناصر، بمساعدة عتال، ممدوح عباس، سليمان، مصطفى عبد الخالق، ده مش قالوا
دول بقى اللي بيساعد ابو سنيده بتاع المخابرات القطريه. واللعيبه بتوع ليبيا اللي انا قلت على اسمهم في المؤتمر بتاع امبارح. عصام والاشكال دي وعلي والاشكال دي كلها. انا قلت الصعيد زي الريف. هتيجي ناحيه بيتي وارضي مفيش هزار. احنا ما عندناش ما اعرفش نظر. فالقانون يلا اخد حقي. القانون انتصر. لما انت يا احمد اول واحد بقى. يا لا احمد يا سعيد كنت عامل عنتر. كنت عامل عنتر يا لا. كنت عامل اسد يا لا. عرفت انت طلعت ايه بقى؟ عملت فيلم وهمي. بس في دوله انك عملت حادثه عشان ما تروحش النيابه اللي كانت طلبتك مرتين. مش انت عنتر وعندك معلومات ان انا واسرتي بس وسخين. ما تروح وري النيابه. لان الكذاب وقليل الادب خفت تروح وعملت الفيلم الوهمي بتاع ان انا عملت حادثه. بس في دوله في امن عام في مخابرات في امن دوله اكتشف انك كذاب ولا دخلت اي مستشفى. دي بلد سيد ابو حسين مشي ولا نبيل صادق خلاص قصه بقت زمان قديمه وهتجيبها وحتى امك انت كمان. فالنيابه غلطتك مرتين احترامتك فاكر هتيجي تقول ايوه الفيلم ده بتاعه ايوه الراجل ده هو ايوه دوب دي بنته كذا ايوه دي مراته كذا يا سافر تمام هربت خلاص عرفت انك مش راجل وعملت فيلم وقلت ايه بقى؟ ان تركي كلمك واطمن عليك والخطيب كلمك واطمن عليك وخالد مرتجي كلمك واطمن عليك تمام؟ لو كان انت قلته ده صح يبقى تبقى محرضينك على اللي انت عملته ده كله. تخيل بقى وانا قلت قبل كده ان انا مش هرد على صديقي العزيز واخويا تركي آل الشيخ. لان احنا هنتحاسب على ترابيزه. لان هو مسؤول في بلده وانا مسؤول في بلدي. لو كان كلامك صح انك انت بعد ما شتمتنا كلنا الراجل التركي اللي بيقول لك الاعراض وكيف عرض الخطيب وانا رافض وان هو عرض الخطيب ها احسن من عرض انا بقى يا سيد تركي. أنا مش مصدق إنك كلمته هذا المتهم الكذاب المجرم واطمنت عليه وأنت تعلم إن هو اللي عامل حادثة ولا حاجة هو بيهرب من النيابة هو لو راجل يروح الله هو مرتضى قلت كذا كذا أيوه هو كده لكن إنه جبان وعارف إن كل ده تشهير وكذب وأنا قلت مش هسيب حقي نمرة واحد بالقانون أنا دلوقتي باخد حقي بالقانون أنا ما بشكرش النيابة العامة ده دوره وده واجبه النيابة العامة رجعت زي زمان. رجعت تاني النيابة اللي أنا عرفتها واشتغلت فيها من سنة 74. وأنا كان لسه عندي 20 سنة وشوية. هي دي النيابة العامة اللي إحنا عارفينها. هي دي النيابة العامة اللي مكتب النيابة العام مفتوح لكل المواطنين. مش أعضاء مجلس نواب أو محامين كبار، لا كل مواطن. أنا رحت مرتين شفت إزاي بتخش عنده. شفت إزاي مكاتب المحامين العامين مفتوحين رؤساء النيابة لكل الناس. النيابة العامة اتغيرت يا أمير صادق. أنت رجعتها 100 سنة ورا. 100 سنة. الراجل ده في شهر قدمها 100 سنة قدام. مش بجامله. ما اعرفش اجامل لان كان بيه لما كنت موجود كنت بقول لك. فاضل لك شهر وفاضل لك كذا تمام؟ رجعت النيابة 100 سنة. أما أنت أحمد سعيد أنت رقم واحد. رقم واحد. شهرت بعيلة محترمة، أسرة محترمة. بالفلوس. النائب العام أمر بالقبض عليك في النهاردة. وعايز الامر القبض الحضار دلوقتي انزله لكم وهجيبك هجيبك يا احمد سعيد لو انت دخلت امك هجيبك عشان في ده الجزء الاول بس انا واقف عند الخطاب اللي تم عرضه اللي هو خطاب الضبط والاحضار. اكرر تاني اني انا ما عنديش اي تفاصيل عن الفيديو اللي سب فيه احمد سعيد مرتضى منصور او تعرض لاعراضه وهذا مرفوض كليا وجزئيا اذا كان تم ولكن انا بتكلم على هذه الحاله. يا ريت لو نوطي الصوت بس وتجيب لي الصوره على مرتضى منصور بس وهو واقف بسيف كاننا في دوله غابه. يعني احنا يعني ماسك سيف في ايده وبيلوح بيه في اشاره لاستخدام القوه وانه هو كانه هو اللي بيحرك الاجهزه وبايحاءات تمس سياده القانون في الدوله وبيدي ما يعني سواء حتى من الرياكشن والغل اللي في وشه تجاه الاخرين انه هو راجل هينتقم من الكل
وبعد كده كمان اسمعك حاجه مهمه، انا قلت الاهل وعزوتي خلاص هيطبقوا القانون، عشان ترجع حضرتك للفيديو اللي قبل كده لما قال لك انا اتفقت مع الدوله لا تحبسوهم لا قتلهم، لا تحبسوهم لا قتلهم. فالنهارده احنا قدام فيديو، انا بس عايز الفيديو ده حضرتك يتم التحقيق فيه، واحنا هنتقدم بيه صباحا ببلاغ للسيد النائب العام ان هو يطلع قرار ضبط واحضار على اليوتيوب ويذاع للرأي العام بهذا الشكل مباشرة، ويحصل عليه مرتضى منصور ليلوح بيه لتهديد الاخرين. ليه؟ لان هو هدد بيه ممدوح عباس، وهدد بيه العتال ان كان الكبير ولا الصغير، الحاج مجدي او الاستاذ هاني، هدد بيه شخصي عبد الناصر زيدان، هدد بيه ابو المعاطي زكي، هدد بيه لؤي دعبس، هدد بيه مصطفى عبد الخالق، هدد بيه اللواء احمد سليمان، هدد بيه مجموعه من الناس، وقعد يقول لك الاول الاول، وكاننا في فيلم دائره الانتقام، يعني احنا بنستعد كده، سقط الاول ويسقط الثاني ويسقط الثالث ويسقط الرابع ويسقط الخامس، وكل الكلام اللي بيتقال كله هراء في هراء. انا النهارده المحامي بتاعي كان متواجد في نيابه الهرم بناء على طلب من السيد رئيس نيابه الهرم، وبنروح التحقيقات باحترام وبيتم استدعائنا والحمد لله رب العالمين، بندلب اقوالنا وبنقدم مستندات، لان احنا ما بنقولش غير اخبار، لا نتعرض الى اعراض ولا بنهين حد ولا اي حاجه. والنهارده المحامي الجليل الاستاذ طارق جميل سعيد حصل على 7 براءات في 7 قضايا رافعها ممدوح رافعها مرتضى منصور على الاستاذ محمد الامين والاستاذ محمود مسلم رئيس تحرير الوطن والاستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس اداره الوطن. القانون لما بياخد مجراه كل واحد بياخد حقه، ونحن في دوله القانون. ولكن انا عايز اقف هنا عند حته معينه، هو معالي النائب العام الجليل نبيل بي صادق، وانا دلوقتي بتكلم كمواطن مصري، لما جه طبق القانون عليك وعلى غيرك كان الكلام مش على هواك، فانت عامل زي الاخوان، اللي يجي مش على هواك يبقى مش قانون، واللي يجي على هواك يبقى قانون. اقولها للمره المليون، مقام السيد النائب العام مقام جليل، لا يزيد بالذم ولا يقل بالقدح، لا يزيد بالذم، لا يزيد بالمدح ولا يقل بالذم. للمرة المليون، مقام السيد النائب العام مقام جليل، لا يزيد بالمدح ولا يقل بالذم. وما ينفعش يبقى اسم النائب العام لبانة كل شوية على لسان مرتضى منصور بهذا الشكل. مكتب معالي النائب العام مفتوح لكل الشعب المصري، لأنه هو محامي الشعب طبقا للدستور، وكلنا ثقة في كل نواب العموم اللي جم على مدار تاريخ مصر، اللي كان آخرهم معالي النائب العام الجليل النائب العام نبيل بي صادق، وكل أعضاء هيئة مكتبه المحترمين، ونفس الثقة والاحترام لمعالي النائب العام الجليل حمادة بي الصاوي، والكل أمام القانون سواء، ومقام النائب العام لا يفرق ما بين هذا ولا بين ذاك. مثل هذه الإيحاءات لابد أن يكون لها وقفة، ولابد أن يكون عليها حساب، لابد أن يكون لها وقفة ولابد أن يكون عليها حساب. إيه طالع لي ماسك سيف، ماسك سيف كأنك في فيلم عنتر شايل سيف ولا دائرة الانتقام وطالع نتكلم؟ لا أتعرض لموضوع ضبط وإحضار أحمد سعيد لأني مش متأكد من صحته ولست متأكد من كذبه، لان طلعوا مرتضى منصور، النيابه العامه ما طلعتش بيان ولا نزلت خبر. وارجع تاني الى ما جاء في بيان السيد النائب العام منذ 15 يوم عندما تحدث قائلا كل ما يقال على مواقع السوشيال ميديا لابد ان يكون من خلال الاداره العامه للاعلام، اللي معالي النائب العام نبيل بيه، اللي معالي النائب العام حماده بي الصاوي حدد اليه عملها، حدد اليه عملها، وقال تسأل مين وتكلم مين، وإني لا يؤخذ الكلام إلا من هذه الإدارة المنوطة بالتعامل مع الإعلام وسوشيال ميديا وما يكتب على المواقع. طيب هل النهاردة معالي النائب العام طلع بيان بالضبط والإحضار ده؟ هل مكتبه الإعلامي قال ضبط وإحضار لأحمد سعيد؟ محدش قال، فوارد يكون صح ووارد يكون كذب، الله أعلم. ولكن أنا ما بتكلمش على الضبط والإحضار ولا على فيديوهات عملها أحمد سعيد لمرتضى منصور،
ولا شكوى مرتضى منصور ضد احمد سعيد، ده مش موضوعي وماليش دعوه بيه. انا بتكلم على الزج باسمي واسماء اخرين بالتلويح بسيف واستخدام خطاب ضبط واحضار لمواطن مصري اسمه احمد سعيد، هو عنده محامي ويعرف يدافع عن نفسه للنيل من الاخرين. كلامي واضح، الاول بعد فلان وبعد علان وبعد مدركان، ثم بعد ذلك يشير الى ان النيابه العامه تاخرت 100 سنه مع نائب عام جليل تفانى من اجل خدمه هذا الوطن نبيل بصادق، ربنا يدي الصحه. ولا تقبل النيابه العامه ولا مجلس الاعلى للقضاء ولا نادي القضاه التلويح كل مره باهانه مرتضى منصور لنبيل بصادق. وقبل كده نادي القضاه طلع بيان شديد اللهجه وتراجع مرتضى منصور وتاسف واعتذر على قناه الحدث اليوم. زي ما هو بيتصيد للناس والاخطاء، احنا مش بنتكلم، احنا بنجيب كلامه ونهديه لحضراتكم، لان ما ينفعش مرتضى منصور يستقوى او يدعي انه يستقوى بكل اجهزه الدوله على حساب الاخرين. احنا في دوله محترمه برئيس محترم يشكر الدوله لما تيجي على مزاجه، يشكر الرئيس لما يجي على مزاجه، يشكر النائب العام لما يجي على مزاجه، يشكر القضاء لما يجي على مزاجه. لو طلعت احكام معاكسة الهواء يقعد بقى يتكلم كلام مغاير لده تماما، نفس اسلوب الاخوان المسلمين اللي كان متبع الله يلعن ايامهم مطرح ما راحت. الناس تطالب العدل ومقام النائب العام الجليل مقام محترم وعادل، ولا نشكك فيه ولا نتحدث فيه ولا نمدحه، لانه لا يزيد بالمدح ولا يجرؤ انسان ان يذمه، لانه لا ينقص بالذم، لان ده واجب وهو محامي الشعب طبقا للدستور. ولكن هذا المشهد العبثي وهذا الفيديو ممكن تشوفه في اي مكان، ممكن تشوفه في اي مكان، من عضو مجلس نواب ماسك سيف علشان خاطر يهدد بيه الناس وكانه في فيلم دائره الانتقام عايز ينتقم من كل واحد ورا التاني. هذا بلاغ للناس. احنا شخصيا هذا الفيديو تحركنا بتقديم بلاغ بشأنه للسيد النائب العام، ان مرتضى منصور يهددنا مستغلا كلام صريح وإيحاءات بأنه يستقوى بالنائب العام وأجهزة الدولة اللي ذكرها، سواء كانت مخابرات أو أمن وطني أو باقي الأجهزة السيادية. عيب جدا ان مصر العظيمة الفتية القوية في هذا العهد المحترم اجهزتها تبقى البانة على لسان مرتضى منصور كل شوية عشان يهدد بالناس، او يحاول انه يستدعي قوة زائفة بتسنده يمينا او يسارا. شوف بقى الجزء الثاني حضرتك اللي هيذكرنا فيه بالاسماء ويواصل سبه وشتمه ويقول لك نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة تلاتة. نسمع ونشوف. احنا بنحمي لما يكون بني ادم صحفي كاتب في جورنال، انما عمال يشهر في ناس الاكاذيب والسفلات كنت فرحان؟ ابط لك القرشين وتقل ادبك عليا وعلى عيلتي وعلى النادي اللي انا رئيسه؟ ده امر ضبط والاحضار. تمام؟ اللي بعدين ساميه هدق النبي، لو انت فين هتتجابي؟ لو انت فين هتتجابي؟ وبعدين الواد اسمه عبد الناصر بالقانون، وبعدين ابو المعاطي بالقانون. عندنا قانون في البلد وعندنا نائب عام محترم، وعشان كده بقول خلاص انا ما عادش محتاج للقوه ولا رجالتي ولا اهلي وناسي وعزوتي اللي كانوا عايزين يقول لكم. بقول لهم خلاص في دوله قانون محترمه ونائب عام محترم. النهارده امر ضبط واحضار للهربان للجبان. ها؟ مش انت راجل؟ وتطلع تتكلم عن الفيلم اللي انتوا جايبينه من تركيا؟ اللي كل التقرير ان ده فيلم ده يا ابني اهبل. لما تيجي تعمل حاجه زي كده ما تجيبوش واحد بطل افلام زي دي، ها، وتقولوا ده مرتضى منصور، يا سفله. عرفت بقى؟ انت اول واحد هتتجاب، وامر ضبط احضار هينزل لك دلوقتي. ان عرفت ان الشرطه خدته وهينزل على الموقع عشان يجيبوك، ولو كنت فين هنجيبك؟ القانون، بلد فيها قانون، في رئيس جمهورية محترم، فيها دولة. انتوا بقالكوا شهر ونص عمال سفالة وقلة أدب وتشهير وأكاذيب، ها؟ وفي الآخر بتقول إن تركي اللي كلمك والخطيب، يعني عايز تديني أنا إيحاء إن هما اللي مسلطينك؟ أنا أشك إن محمود الخطيب يعمل كده، وأشك إن تركي يعمل كده. أشك بجد، لأنه استحالة يعرف واحد زيك.
هاخد حقي وحق النادي وحق اسرتي، تمام؟ وبقول لكل انصاري اللي كانوا عايزين يجوا، خلاص في قانون في الدوله، وده اول واحد اهو طلع امر ضبط واحضار. ولو انت راجل روح سلم نفسك لانك هتتجاب. لو قلت لك، لو انت هجيبك من عند امك، فاهم يا ولد؟ وزي ما قالوا لك قبل كده، بلاش تلعب مع الاسد. احنا في دوله قانون، كل كلمه قلتها على النادي اللي انا رئيسه او عليا او على اسرتي هتدفع ثمنها غالي. عارف ثمنها؟ انت والكلاب الثلاثه واللي مسلطينكم. واطمنك يا عباس، ممدوح عباس، بطمنك التقرير بتاعك اللي في الكاس غير المشروع خلص. برحمه امي الغاليه لا تخش السجن انت وابنك ايمن ومعقوله الاصابه. وانت يا لؤي اللي بكيت في الجهاز السيادي وقلت انا تبت، واضح انك ما تبتش وجاي من ابو سنيده، من بره، من ماليزيا، انك بتحرك الاحداث هنا. ومحمي في الراجل، محدش بيحمي حد دلوقتي، محدش بيحمي حد. على فكره عشان محدش يفهم غلط ان رئيس السيسي، لا ما اعرفش ايش كان رئيس السيسي ولا وزير، ولا محمي في واحد تاني. ان شاء الله خير باذن الله. حقي بيجي لي انا واسرتي والنادي اللي انا بمثله ورئيسه. اما انت يا هاني كتكوت، انت ولد احمد جلال، هو انا مش فاهم انت عمال تقول امبارح، عمال تشتم وتقلي ادبك علينا وتقول اي حد يرد. ابعت لك رساله عايز ارد؟ مش عايز نرد. انا ردي مش هيبقى عليك انت يا كتكوت. انا بقول لكل انصاري ومحبين بيحبوني واهلي في البلد واهل اسرتي وجماهير الزمالك المحترمه اللي بجد، مش اللي بتقبض خلاص فهمنا القصه، بتقبض من بره وعاملين 16 موقع يشتمونا من خلالها ويرحال ومش عارف ايه. يلا يا سافل يا كلب يا جزمة هو، واللي جميل الزمالك المحترمة، احنا بناخد حقنا. وبدايته عمل ضبط الاحضار هذا المجرم اللي انت هتشوفه دلوقتي، اللي بس راسي قبل كده وتشوفه بيبص راسي، تمام؟ جاز بيجي بس جزمة وسامحته عشان كنت مسامح. دلوقتي لا، لا هتومك تاخد جزاك بالقانون في قضاء محترم وتروح السجن جرب دوق. على الاقل يبقى الراجل العمودي خد حقه اللي انت خدت فلوسه 50 مليون جنيه، يبقى خد حقه. بشكر قضاء مصر المحترم وقانون بلدي اللي بيجيب الحقوق. شكرا. ده الجزء الثاني والاخير. طبعا الواحد مات من الضحك والله العظيم وهو بيتفرج. الواحد ميت من الضحك. يعني انا عايز اعرف يعني الراجل ده بيجيب الكلام ده منين. يعني انا بس عايز القانون اللي اتطبق علينا، يعني اللي بيطبق علينا وعلى الشعب المصري يطبق عليك، هو ده اللي انا عايزه بس. يعني حضرتك، يعني اولا انت بتهدد، وبقول لاهلي وناسي وعزوتي يا عم والله العظيم الناس دول ناس محترمين وناس مسالمين وناس في منتهى الجمال ومنتهى الروعه، وبيكلمونا اكتر من اللي بيأيدونا علشان خاطر يعني ربنا يكرمهم، وانت تسيب نادي الزمالك وما تنزلش عندهم مجلس النواب. تصدق بالله بيكلمونا كده يا اخي؟ والله والله بيكلمونا كده، تخيل. وبيكلمونا فوق ما تتخيل، واعداد كبيره جدا. انا للمره المليون انا يعني مش هقدر اتعرض يا جماعه لا لقضيه الاستاذ احمد سعيد مع مرتضى منصور، لاني ما عنديش تفاصيلها ولا لي علاقه بيها من قريب او من بعيد. انا عرضت لكم مشهد، هذا المشهد عبثي يعاقب عليه القانون. والسؤال، متى يطبق القانون على مرتضى منصور؟ وكيف يسمح لي بأنه يطلع خطابات من المفترض أماكنها النيابة العامة وأقسام الشرطة؟ ده في دورة كده مستندية بيتقال عليها وأبواب شرعية، جواب طالع من رئيس نيابة إلى اسم شرطة العجوزة بضبط وإحضار حد. إن صح هذا الجواب، لأن أنا معرفش ولا عندي معلومات ولا عارفين نجم أحمد سعيد ولا محاميه كان يرد علينا ونعرف إذا كان عندهم رد ولا ما عندهمش، وهل فعلا أحمد سعيد له فيديوهات شتم فيها مرتضى منصور أو ما شتموش، الله أعلم. كله ده ما عندناش معلومات بيه، ولكن إحنا قدام هذا الفيديو فوجئنا بيه. عرضناه عليكم، ما يخصنا فيه أنه مرتضى لوح في هذا الفيديو
مستخدما خطاب انه ضبط واحضار احمد سعيد باسلوب كله غل وحقد تجاهنا للنيل منه. وهددنا صراحة وقال الاول احمد سعيد والتاني فلان والتالت فلان ونال وسب ممدوح عباس وسب مجدي العتال وهاني العتال ولؤي دعبس واحمد سليمان وابو المعاطي زكي وما سبش حد. وما سبش حد، كل يوم فيديوهات بنعمل بها بلاغات. وكلنا ثقة في القانون، ولن نفقد الثقة ببلدنا، ولن نفقد الثقة في قانوننا. ودايما انا كنت بقول لكم اللي بيراهن على الدولة والبلد هيكسب مهما طال العمر. النهاردة انت عندك حصانة بكرة مش عندك، ومسيرك يا ملوخية تقعي تحت المخرطة. يعني القانون هو اللي هيطبق عليك وعلينا. وانا بقول لك منتهى الاحترام، بنروح المحاكم وبنروح النيابات وبنواجه شكاويك. انت لا تجرؤ انك انت تواجه شكوانا. انت لو راجل واجه شكوانا زي ما احنا بنواجه شكواك. يعني انت بتشتكينا وبنخضع للنيابة العامة الجليلة وبنروح الاقسام وبنروح النيابات وبنروح المحاكم وعندنا احكام براءات، وانت واخد علينا احكام بالحبس واخدين فيها براءات واحكام مستأنفة، والقانون هو سيد الموقف وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة، وبنحترم الناس كلها وبنحترم قانوننا. بس يا ريت انت يبقى عندك من الجرأة تبقى زينا وتخلع الحصانة بتاعتك عشان تبقى ند الند واسد لاسد، مش طالع لي بسيف اتهدد بيه خلق الله. طالع لي بسيف تهدد بيه خلق الله ومسك لي سيف كده، ايه اللي شغل الصبياني ده وشغل العيال ده؟ يعني انا بستعجب يا جماعه. انا بصراحه يعني بشكر فريق الاعداد على ان احنا ربنا اهدانا فكره ان احنا نجيب كلامه كمستند للمسؤولين ونرد باحترام وتقدير دون النيل من عرض احد او دون النيل او التجاوز من احد. وبعد كده اخر جزئيه عايز ارد عليك فيها، بتقول الفيلم اللي انتوا عملتوه، فيلم اللي احنا عملناه؟ واحنا مالنا ومال الافلام؟ ولا انا جبت سيره افلام ولا اتكلمت على افلام. فيلم اللي احنا عملناه؟ برضه خلي بالك بنعمل لك بلاغ اتهامات كاذبه واتهامات كيديه. والنهارده في تصريح مهم جدا للاستاذ طارق جميل سعيد، اقراه لكم اهو عشان تعرفوا القانون هو سيد الموقف. اهو اقرا لكم الاستاذ طارق جميل سعيد النهارده بعت لي احكام البراءات، مهم جدا ان اقراها لكم اهي، هجيبها لكم بس وانتوا معايا علشان مهم قبل ما نقفل الصفحه دي. هو ده القانون. النهارده الوطن بيفاخر كسب منك 7 قضايا، خسرت ال7 قضايا من جريده الوطن. القانون لما بيطبق على الناس كلها بيبقى العدل هو ميزان للدوله وميزان للحكم، وكلنا عايزين كده. احنا مش عايزين غير القانون يطبق، بس يا ريت يطبق عليك زي ما بيطبق علينا. وده مش عيب لدى القضاء ولا لدى النيابه العامه، ولا نتهمهم بكده، ولكن مصيرها الحصانه تتشال من عليك ويتحقق معاك في مئات القضايا ولو بعد حين. اهو براءة محمد الامينه هجيبه لكم من على الانترنت عشان بس نبقى ايه ماشيين خطوه خطوه. اهو الوطن تنتصر على رئيس نادي الزمالك وتحصل على 7 براءات ده النهارده. اهو اهو حضراتكم اهو بعتوا لي الاستاذ طارق جميل سعيد المحامي الشهير والاخ العزيز المحترم اللي انا ببارك له، اهي لقمه محترمه اهو. هو ده القانون لما بيطبق انت بتاخد حقك واحنا بناخد حقنا. اهو بص حضرتك، الوطن تنتصر على رئيس الزمالك وتحصل على البراءه في 7 دعاوى قضائيه. الاستاذ هيثم البرعي كاتب الخبر، قضت محكمة جنح مستأنف الدقي ببراءة المهندس محمد الأمين مؤسس الوطن والأستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة السابق والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وصحفيين بالجريدة، وذلك في 7 دعاوى سب وقذف أقامها رئيس الزمالك ضد قيادات وصحفي الجريدة. يأتي ذلك استمرارا للانتصارات التي حققتها الوطن في ساحات القضاء بالدعاوى المقامة ضدها من رئيس نادي الزمالك. قبل ما اكلمكم على اكمل لكم اقف هنا بقى، اقف هنا. سب الوطن ومسح بكرامه جورنان محترم زي الوطن الارض
وتعرض لزملاء افاضل اكارم زي الاستاذ ايهاب الخطيب واخرين ومحمود بن مسلم رئيس التحرير وعبد الفتاح بالجمالي، الناس الاكارم الافاضل المحترمين. وقعد يقول في الوطن في الخمر يا ليل ان النهارده القضاء عليه كل كلامه غلط والوطن خد براءه هو وكل الناس. ان كان عبد الفتاح بالجبالي ربنا يديله الصحه والعافيه رئيس مجلس اداره الوطن السابق، او الاستاذ محمود مسلم رئيس التحرير الحالي، او الناقد الرياضي والاعلام الكبير الاستاذ ايهاب الخطيب، او الاخرين اللي اشتكاهم مرتضى منصور في جريده الوطن، كله يا جماعه كلام بيسترسل على كان يدي احاءات قوه هو لا يتمتع بيها ويقول لك انا عندي نفوذ والاجهزه سنداني ومش عارف ايه. الدوله المواطن كله سواء قدامها، وما صدقش غير ده لان احنا في دوله محترمه وقدام اجهزه محترمه. اهو انا بس عايز اكمل لكم. وقضت محكمه الجنح المستأنفه ببراءة قيادات وصحفيين الجريدة في الدعاوى أرقام 77-82 و70-81 و77-45 و70-86 و62-39 و62-10 و66-74 لسنة 2016 جنح الدقي، والتي أقامها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضد الوطن واتهمها بالسب والقذف وتكدير السلم العام وإشاعة الفوضى في المجتمع ونظرة المحكمة وإشاعات الفوضى في المجتمع. وقد نظرت المحكمة هذه الدعاوى بعدما أحيلت لها وحققت فيها واستمعت لمرافعات الطرفين لتقضي بحكما تاريخيا بالبراءة في السبع دعاوى دفعة واحدة. اسمع بقى اللي جاي. محامي الوطن الأستاذ طارق جميل سعيد يتهم مرتضى منصور بالكيدية وتلفيق التهم بعد انتفاء أركان الجرائم المادية والمعنوية ويطالب بتطبيق القانون عليه. أهو استمعت المحكمة خلال جلساتها لمرافعة المحامي الشهير الأستاذ طارق جميل سعيد المستشار القانوني للوطن، والذي دفع بكيدية الاتهامات وتلفيقها، وأن مرتضى منصور يتخذ ألفاظا ويستخدم بنودا في القانون بعيد كل البعد عن الواقع ليشوه الآخرين، ولذلك كان الحكم بالبراءة انتفاء لكل ما يخص أركان الجريمة المادية والمعنوية. وقال المحامي الشهير طارق جميل سعيد أن جميع الأخبار التي نشرت أكدت الأحكام صحتها ودقتها بعد صدور حكم البراءة، مؤكدا أن ما نشر حول الأقوال والأفعال المنسوبة لرئيس نادي الزمالك ثبت صحته بهذا الحكم، والحكم دائما عنوان الحقيقة. وكانت محكمة الجنايات والجنح بالجيزة والقاهرة قد نظرت عشرات الدعاوى القضائية التي أقامها رئيس الزمالك ضد الوطن والتي انتهت بالبراءة، وكان آخرها الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي يوم 5 سبتمبر 2018 ببراءة المهندس محمد الأمين مؤسس جريدة الوطن وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس التحرير والصحفي الأستاذ محمد يحيى صديقنا العزيز رئيس قطاع الرياضة من اتهامهم بسب وقصف رئيس نادي الزمالك، وذلك في الدعاوى رقم 20914 لسنة 2017 جنح الدقي، والتي اتهم فيها مرتضى منصور الوطن بسبه وقذفه في خبر مفاده تعدي رئيس الزمالك على أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، وقدم محامي الوطن المستندات التي احتوتها هذه الأخبار واطلعت عليها المحكمة لتصدر حكمها بالبراءة، وبذلك يسدى الاستتار على كل ما قاله مرتضى منصور من ادعاءات في تكذيب كل ما نشرته الوطن، في انتصار لجريدة الوطن وإثبات أن كل ما نشرته سواء في قضية الحسابات السرية أو قضية الإتجار بالعملة أو قضية الأدوات المستثناة أو أي خبر خاص بنادي الزمالك كان صحيحا 100%. تحية للأستاذ طارق جميل سعيد المحامي الشهير على هذه الأحكام التي حصل عليها دفعة واحدة بالبراءة. ودية إيه؟ ودية ضربات قضائية موجعة ومحترمة. نفس الوضع، يعني ما هو النهاردة لو لقي مرتضى حد يحاسبه لما طلع لي، فاكرين لما طلع لي ورقة الضبط والإحضار في قناة الحدث اليوم؟ وقال عليه حبس ومطلوب ضبطه وإحضاره، رحت تاني يوم المحكمة. لقيت حكم غيابي أو حكمين غيابي. رحت استأنفت فيهم وبعد كده حصلت فيهم على براءة. مين اللي حسب مرتضى على التشهير لما طلع ورق لما طلع ورق مضروب على الشاشة؟ لو كانت حسب وقتها ما كانش طلع ورق تاني.
وارجع واقول انا لست بصدد الحديث عن قضيه احمد سعيد، ولا اعرف مدى صحه هذا الخطاب من عدمه، وانما انا عايز تطبيق القانون على مرتضى منصور. انا راجل مواطن بقول يا جماعه اهو، ولا اعلامي ولا صحفي ولا اي حاجه، وبدردش معاكم، وانا راجل مواطن مصري لا بزايد على حد ولا بتملق حد ولا بنفق حد، تراب بلدي وجزمه بلدي فوق دماغي. انا عايز القانون يتطبق على مرتضى منصور زي ما مرتضى منصور بينادي بتطبيق القانون على الاخرين، وان احنا نشوف العدل، وان ما يتخباش ورا الحصانه وياخد منها ستار وبعد كده يطلع لنا بسيف يدعي كذا. انا هوريكم مشهد النهارده، مشهد النهارده يا مؤمنين، حصل عند النادي. راجل عضو نادي قابل مرتضى منصور هو ومراته امس الاربعاء، النهارده الخميس، امس الاربعاء، بعد ما قابله وسلم عليه الراجل روح البيت، لقي الاشتراكات بتتصل عليه، قالوا له ايه اللي عملته يا بنيل؟ زي ما بيحكي اهو هتشوفه، وعلى مسؤوليته الفيديو نزله على صفحته على الفيسبوك، جايبه لكم اهو. دقيقة ونص تفسر لماذا لا يطبق القانون على مرتضى منصور، لحظة لو سمحت. الراجل بيقول لك كلموني الاشتراكات، قالوا لي الحق 1 2 3 4 وشطب عضويتك وطلع لك قرار بمنعك من دخول النادي. راح طلع على النادي جري لقي صورته 4 في 6 متعلقه على كل البوابات وممنوع من الدخول، الراجل قرب يتجنن. يا جماعه هو احنا في دوله؟ يا جماعه والله ما عملت له حاجه، انا سلمت عليه انا ومراتي وما فيش اي مشكله في اي حاجه. والراجل هيتجن. من يطبق القانون على مرتضى منصور ويحمي الاعضاء؟ اللي شطبهم مرتضى اللي وصلوا ل 600 او يمكن وصلوا ل 1000 دون أن يقترفوا أي ذنب أو يحولوا للتحقيق، أهي حالة حصلت النهارده بالصدفة، وهو طالع يهددنا بأن الأول سقط والباقيين وراه، ولا يستحي إنه يتهم واحد جليل محترم زي الأستاذ ممدوح عباس، الراجل المحترم الفاضل، ويتطاول عليه هو ونجله، ولا راجل فاضل تاني زي الحاج مجدي العتال وابنه نائب رئيس النادي الشرعي، ولا واحد زي ابو المعاطي ذاك الراجل المحترم، ولا الدكتور مصطفى عبد الخالق، ولا الكابتن لؤي دعبس، ولا اللي احمد سليمان. طب ماشي، انا راجل ربنا مديني صوت بقول يا جماعه ارجوكم طبقوا القانون، حتى لو صوتي ده انتهى واتحبست، ما في 100 واحد هيطلع يتكلم. الفكرة أبدا لا تموت، ولكن دايما بقول تمسك بالقانون، وإنك أنت تقول فكرتك من داخل الدولة، وحتى لو أتعارض افتخر إنك بتعارض من جوه دولتك المحترمة، وافتخر بدولتك، لأنها لو سقطت هتسقط علينا كلنا. ومرتضى منصور واللي بيعمله من فيديوهات هو إساءة للدولة قبل ما يكون إساءة للأفراد. إزاي يطلع بورق زي كده؟ قبل كده طلع ورق عليا وطلع بشنك، النهارده مطلع ورق على احمد سعيد، سواء صح هذا الورق، النيابه هي صاحبه القرار، الورق طلع مغلوط، برضه يشتكي احمد سعيد ويجيب حقه. ومرتضى اذا كان شتم احمد سعيد من حقه انه ياخد حقه من احمد سعيد، بس زي ما هو عايز ياخد حقه من احمد سعيد، من حق احمد سعيد انه ياخد حقه من مرتضى على كل السب اللي سبه مرتضى لاحمد سعيد ولينا. هو ده الحق والعدل بما يرضي الله. شوف الراجل العضو اهو النهارده يوم الاربعاء اهو من ساعات، اسمع وشوف ومين يجيب حق الغلبان ده، ورينا بيه. وصفت ان انا عضو يعني. وقعدت في النادي ساعتين وبعد كده وانا ماشي قابلت استاذ مرتضى المدام وسلمت عليه وانا سلمت عليه، خدت بعضي ومشيت. لقيت ان النادي بيكلمني احد اعضاء تجديد الاشتراكات، كلمني بيقول انت عملت مصيبه ايه يا سمير؟ مصيبه ايه؟ قال لي ده استاذ مرتضى واقف ادويتك وشطبك وحط صورك على جميع بوابات النادي. طبعا انا اول ما سمعت كده جيت النادي عشان اخش اشوف ازاي ممنوع وايه اللي حصل مني وايه اللي بطل مني وليه صور اتحط على البوابات. فطبعا جيت لقيت الامن كله زي ما انتم شايفين مالين، ولقيت صورة 4 في 6 على الباب، وده اللي مجنني او ده اللي محزنني، وده اللي مخليني في حالة ان انا ساير مش متخيل ان انا اتحط صورتي كاني مجرم او كاني سارق حاجة من النادي. وطبعا بسأل النادي او الناس ايه السبب في ان هو معين مستشار مانعني، يقول لي معرفش، هو شاف الاستبارة بتاعتك فوقفك شطب ادويتك. لا
فانا طبعا دلوقتي هعمل محضر باسم العجوزه اثبات حاله. طبعا عارف ان المحضر مش هيعمل حاجه، بس انا هعمل محضر اثبات حاله وبعد كده هنزل فيديو تاني. انا عارف اسباب الراجل قال لك اعمل محضر في اسم العجوزه وشوف المراره، قال لك وانا عارف انه مش هيعمل حاجه لانه عارف ان في حصانه، وانزل فيديو تاني بالاسباب. سلم عليها راح وقفه وشطب عضويته وعلق صورته زي المجرمين على الباب 4 في 6. عايزين نطبق القانون على مرتضى منصور. من حق المواطن ده الغلبان الاستاذ امير اللي انا ما اعرفهوش ولقيته بعت لي هذا الفيديو على صفحتي، من حقه اهو. الراجل بيحكي واقعه بكل ادب وبكل احترام. سلم عليه روح شطبه ولغى عضويته، معرفش بقى كشر في وشه رفع حواجبه يمكن تنى صوابعه وهو بيسلم عليها. ما هو انت قدام ربنا ما يوريك، ربنا ما يوريك سيف والراجل خلاص احمد سعيد هيموت. على فكره دي قضيه ايا كان اللي هيحصل فيها في محامين، وانا بناشد احمد سعيد لو كان سمعني ان يتوجه الى النيابه ويدلي باقواله ويتحمل مسؤوليه افعاله. واحنا في دوله قانون ودوله محترمه، ولا تصدق كل اللي بيتقال، لو ليك حق هتاخده. احنا النائب العام هو محامي الشعب ومحاميك ومحامي غيرك. واوعى تخاف من النيابه، النيابه هي مقام كبير للعدل واقامه العدل على الارض، لان هي محاميك زي ما محامي غيرك. وما تخافش ابدا من النيابه، انا بقول لك توجه الى النيابه. انا يوميا في النيابات وبيتحقق معايا بساعات مطوله، اقسم بالله العلي العظيم في ايام بقعد بال 12 ساعه تحقيقات في النيابه، وادي بحلف بالله اللي تهز له العرش، ولم اضجر يوما ولم اتضايق. وتحت امر النيابه في اي وقت، وتحت امر القضاء في اي وقت، لاني انا عارف ان القضاء الشامخ المصري العظيم ومقام النائب العام هو السند والحصن لهذه الدوله. فازاي اخاف من اللي بيحميني والسند بتاعي؟ حتى الاحكام اللي خدنا فيها براءه، هو راح استأنف على البراءه واشتكى فيها عشان يكون عندكم علم، ورد المحكمه، ورد المحكمه بشكل او باخر. لكن لا يعقل اللي بيحصل ده بصراحه. للمره المليون بقول يا احمد يا سعيد، لو سمحت توجه الى النيابه ولا تخشى احد، الناس كلها معاك والشعب كله وراك، ولك حق ربنا هيديهولك يا ابن الحلال. وكن واثق ان مقام النيابه العامه والقضاء لا يظلم مقدار خردله، وان احنا في دوله فتيه ومحترمه. واياك تتهز من الكلام ولا السيف ولا الاجهزه ولا التلويح بالقوه، لان كل ده كلام لا اساس له من الصحه. بنقابل مسؤولين زي ما بيقابل مسؤولين، الناس كلها مصر عندها فوق اي اعتبار، ومسيرها تب زوبعه وتنتهي من الفنجان. الحاجه الثانيه المهمه اللي معايا، ما كتبه المستشار تركي الشيخ بعد فيديو مرتضى منصور. وانا بحيي معالي المستشار تركي الشيخ على الكلام ده، ومحدش يزعل مني، بحييه جدا، لان اي كلام يمس الاعراض احنا ضده. اي كلام يمس الاعراض احنا ضده من اي نوع. ومن اول دقيقه لما انتوا حضراتكم كنتوا بتسالوني عن الفيديو المسرب، كنت بقول هذا خط احمر لا يمكن ان اتحدث فيه، لان ربنا نهانا عن الحديث في الاعراض والتجسس والنيل من الناس. وحكيت لكم قصه الافك، وقلت لكم اياكم ان احنا نتكلم يمينا او يسارا، اللي مصدق يصدق واللي ما يصدقش ما يصدقش، بعيد عني انا ماليش دعوه. ورفضت الحديث في هذا الموضوع. نفس النهج بحيي معالي الموسيقار تركي الشيخ على اللي كتبه النهارده، لان هو اللي حيناه عليه لما كتبه في حق الكابتن محمود الخطيب. الاعراض خط احمر، احنا كل ما نتمناه ان تتحامي الاعراض في الدوله من لسان مرتضى منصور، ونتحامي من سب وشتم مرتضى منصور، لان الاعراض كلها حرام. مفيش عرض بريشه وعرض من غير ريشه، وجزاء الاعراض انتقام في الدنيا وانتقام في الاخره لمن يتعرض لها، الا الارحام والاعراض. فربنا سبحانه وتعالى يحفظ اعراضنا واعراضكم جميعا. على نفس المنوال كتب المستشار تركي الشيخ، قال مثلما لم اقبل الاساءه للكابتن محمود الخطيب والخوض في الاعراض، لا اقبل الاساءه لمرتضى منصور واسرته، ولم اقم بالاتصال بالاعلامي احمد سعيد، وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور واعضاء من الجمهور. وتركي الشيخ مليون مره وضح انه اذا اراد شيء سيقوله بنفسه، ويرفض استخدام اسمه من احد.
واضحه والا ولا والا اعيد. يعني الراجل بيقول يا جماعه انا عارف اخد حقي بلساني، وانا لا بزق حد ولا بقول لحد واضحه ولا عيد تاني، لا احتاج الا الى الله سبحانه وتعالى في اي حرب اخوضها وتجربه في اي حرب اخوضها او تجربه. ومبروك الصداره للاهلي مع انها حاجه طبيعيه زيها زي اي حاجه في الحياه لا جديد. ده الموسيقار تركي آل الشيخ. تويتر يشكر عليها لان احنا زي ما شكرناه لما تصدى الكلام مرتضى منصور لما نهش عرض الكابتن محمود الخطيب. طب هو عايز افهم القانون فين من شكاوى الكابتن محمود الخطيب اللي بالجمله بعد ما تجاوز مرتضى منصور في حق اخته السيده ماجده الخطيب ربنا يديها الصحه والعافيه، وبعض الناس كانت تظن انها متوفاه على فكره، هي موجهه بالمعاش في التربيه والتعليم وبصحه جيده ومربيه اجيال فاضله. الكم الكلام اللي قاله في حق السيده ماجده ده مش هتك اعراض؟ كم الكلام اللي قاله في حق غيرها مش هتك اعراض؟ الشكاوى دي فين؟ مستخبي بالحصانه. بدل ما تمسك سيف روح تجرد من الحصانه وقول للنيابه حققوا معايا، وتمتع بالبراءه بكل قوة وكل جرأة وكل أمانة، وإحنا زيك على نفس المنوال نتمتع بالبراءة بكل جرأة وأمانة وشرف أو الإدانة إذا رأى القضاء ذلك. إننا في دولة فتية محترمة، ما تستغلش يا مرتضى منصور عضويتك في البرلمان والحصانة اللي أنت مستخبي فيها عشان تقعد تدينا إيحاءات إن إحنا هنموت أو نتحبس. مرة تقول لنا مناسيبك وقرايبك وخلاص ما تجوش، لو النبي هاتهم يضربونا. لا خلاص ما تجوش انا هاخد بالقانون. بتلوح للدولة لاجيبهم واعمل فوضى لاما تحبسوهم، وانت بتهدد مين بهذا الاسلوب؟ انا بس عايز اوجه تحية لكل فريق المحامين الاشاوس اللي معايا اللي انا عرفت قيمتهم النهارده بعد الكلام اللي قاله مرتضى منصور، لان تصديهم لمرتضى في المحاكم شرف ليهم. لان النهارده لما يكون عندك طقم محامين بيتصدى لألف قضيه، ألف قضيه، عارفين يعني ايه ألف قضيه؟ لاثبات انك بريء فهم يكافحون مثلما نكافح نحن يوميا في قضيه حق. وارجع واقول قضيه الحق بتزيد بالاحترام وبالادب وبالاخلاق وبالرقي، وتنقص بالتعرض للاعراض والسب والقذف، لان كلما تعرضت لذلك انت مفلس. شوف الحقد اللي في وش مرتضى منصور وهو بيتكلم، ايه الغل والحقد ده؟ الرياكشن ده تتحاسب عليه قانونا. الرياكشن ده تتحاسب عليه قانونا. وماسك لي سيف 67 سنه وماسك سيف. ايه يعني ضبط واحضار لاحمد سعيد ونفترض انه صحيح 100%؟ مين اللي سمح لك انك تطلعه على في الاعلام وعلى اليوتيوب؟ ومين اللي ادالك النسخه دي اصلا؟ هو ده الكلام اللي لازم احمد سعيد يتكلم فيه لانك انت شهرت بيه. النهارده كان ممكن النيابه العامه المحترمه تجيب احمد سعيد او يقدم مستندات انه مريض، والنيابه صاحبه القرار تقول له اقعد تتحفظ عليه تمشيه، لكن انت كده شهرت بيه وخليته حديث الرأي العام كله، وخليته هو وأسرته في حالة ذعر، ولو ما كانوش في حالة ذعر هم في حالة قلق. ليه؟ هل ده أسلوب ده؟ هل ده أسلوب واحد آمن سالم في سربه؟ الله أعلم، ده يساء عربية وعياله نجوا من الموت، إيه اللي حاصل له ومحدش عارف يوصل له يتم التعرض له بهذا الشكل؟ لا أنت اللي تقول إنها تمثيلية ولا أنا. النيابة هي اللي تقول، وهو يثبت إذا كان اتعرض لحادث ولا ما اتعرضش. هو ده العدل، وهو ده ميزان العدل اللي احنا بنتكلم بيه. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعدوا في الأرض مفسدين. هو ده اللي احنا عايزينه، وسنظل نطالب بيه في دولتنا القوية الفتية المحترمة من غير ما نتملق حد، لأن احنا مش هنزايد على تقديرنا الرئيس الدولة ولا الأجهزة الدولة، ولا احنا محتاجين نبقى زيك نشكرهم لما يجي على هوانا الشيء ونقعد نبجح ونتكلم يمين وشمال لما ما يجيش على هوانا. وكل الناس فوق دماغنا ومستعدين للمساءلة ونخضع للقانون تحت أي وقت وتحت أي ظرف، ولكن انت خليك راجل زينا وقول الكلام ده، وتعالى وضع نفسك امام القانون، والقانون هو اللي يقول انت عملت ايه وبريء ولا مش بريء. هو ده الحق وهو ده العدل وهو ده الانصاف.
ومصر منصفة ولو بعد حين. ولا طول حياته السجن كان عار، ولا طول حياته الإنسان اللي بيتكلم كلمة الحق بيخاف منها. أنا ثقتي في القانون ليس لها حدود، والتلويح بهذا الفيديو للنيل مني ومن أصدقائي المتضامنين معي جميعا سيكون محله القضاء والبلاغات لدى النائب العام. خلينا من المفترض، وعدناكم امبارح ان احنا على مكالمة مع الدكتور مصطفى عبد الخالق اللي جاء اسمه في شبكة الجاسوسية اللي تحدث عنها مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اللي مرتضى منصور تحدث عنه ان ضمن شبكة الجاسوسية والمؤامرة. وطبعا انا مش محتاج ان نمدح في الدكتور مصطفى عبد الخالق، ليس كأونه صديق وانما كرجل محترم من ابناء ميت عقبة الافاضل. مصطفى عبد الخالق يعني عندما يوصف انه جاسوس ضمن خلية فاكيد اتخذ اجراءاته القانونية، ولن ازايد على تقديري لمصطفى عبد الخالق وتقدير كل من يعرف مصطفى عبد الخالق، لان مصطفى عبد الخالق راجل، وكل يوم في حد من شبكه الجاسوسيه هيرد من خلال القانون ومن خلال الدردشه اللي معاكم يوميا. يعني اذا كان ربنا جعل هذه الدردشه نافذه بعد غلق القنوات والبرامج فانتم اصحاب الفضل بعد الله في انكم جعلتوها الاوسع انتشار في مصر. دكتور مصطفى السلام عليكم. يا دكتور مصطفى. يا حبيبي سامعني كويس؟ سامعك كويس. السلام عليكم يا دكتور. سلام الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ منور يا منور يا يعني ربنا يخليك، انت اللي منور الدنيا والناس كلها بترحب بيك يا دكتور. لا اسمح لي قبل ما تسالني اهنيك، وانا هنيتك قبل كده على الفكره السوشيال ميديا وتنزل على صفحتك لايك وتبقى حديث الساعه وتطرح مواضيع بسميها شطارة علمية، وهنيتك قبل كده عليها وبأكد التهنئة قدام كل المشاركين معانا اللايف، لأن أنت في ظروف خاصة قدرت كراجل إعلامي تختار لك منبر وقناة تتكلم فيها في وقت في ناس عندها المنبر وعندها القناة وعندها الأدوات الإعلامية كاملة، آسف إن أنا أقول عنهم قفلوا يبقى سميها ايه خليها احسن كده قصف اعلامهم وعجزوا على ان هم يقولوا الحقيقه سواء كل اللي بيدور فيه في المجتمع الرياضي وتحديدا عندنا في نادي الزمالك ما بيتقالش غير الباطل. فانا كفايه كده بشكرك على الفكره وعلى الاسلوب وعلى الطريقه. الله يخليك يا دكتور. تحت امرك في اي حاجه. لا دكتور ربنا يخليك وشكرا ليك، بس تعلينا صوتك شوية وتقول لنا ردك على اتهامك بالأمس في فيديو منسوب لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انك انت ضمن خلية جاسوسية بتحاول النيل منه وهدم نادي الزمالك. والله ورد المناسب يعني هيبقى في المكان المناسب وفي الجهة المناسبة. لكن انا عندك بقول لك ان انا هاخد حقي من خلال الاجراءات القانونية السليمة. لكن انا عايز يا عبد الناصر ما نبقاش كلنا بننساق ورا موضوع اي حد عنده معرفه باطن الامور داخل النادي وملم بتاريخ نادي الزمالك المفروض ما نجريش ورا اللي بيحصل. بص يا عبد الناصر، كل اللي بيحصل ده نسميه كده شوشره. هو قاصد فيها تحديدا يلهيك في مواضيع غير الحقيقه. مش معايا بالتسلسل كده واحدة واحدة. بس علي صوتك يا دكتور وكلمنا يعني عشان صوتك بيبقى عالي وبيبعد. كده كويس يا باشا؟ كده تمام. بقول لك هو الموضوع بس كل القصة والحكاية احنا بنخرج بره أزمات النادي في أزمات خاصة برئيس النادي. الله ينور. يبقى النادي بريء من كل اللي بيحصل على المشهد واللي أنت شايفه واللي أنت بتتكلم فيه ده دلوقتي. تماما. تمام. نادي الزمالك ملوش اي علاقه بكل اللي بيحصل ده. تمام. دي امور خاصه وشخصيه بيدفع فاتورتها نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك. تمام. لو هو على حق هو بيقوله في جهات رسميه روح قدم فيها واتهم الناس بالادعاءات اللي انت بتقولها. تمام. لكن احنا كل يوم مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك بتتكلم مصاريف واعضاء الجمعيه العموميه بنتكلم في امور شخصيه. مؤتمر تاني داخل الصالة أمور شخصية. أنا مالي يا عم بيك أنت؟ كلمني في نادي الزمالك وفي أموره ومشاكله.
لكن هي الموضوع كله على ناصر زي ما قلت لك من شويه، احنا بنتلاهب يعني، بيديك موضوع تتلاهب فيه. انت خسرت ماتش انبي فنطلع نتكلم في في المواضيع اللي احنا فيها دلوقتي، الحلقه اللي احنا فيها دلوقتي. انت خسرت السوبر من الاهلي فنطلع نتكلم في مواضيع زي دي. انت خسرت الدوري اللي كان عندك في متعوبه فنطلع نتكلم في مواضيع زي دي. ايه الجديد من سنه 2014 في ناصر؟ 2014 نادي الزمالك بطل الدوري، وقف على منصه التتويج وخد الدوري. 15 وافكر نفسي وحضرتك وجماهير النادي واعضاء النادي بقينا تاني الدوري، 16 تالت دوري، 17 18 رابع دوري. السنه اللي فاتت دوري عندي في متعوبه راح مني. يا اسد يا كبير يا سيف ويا درع، كنت فين لما اللائحه بتتغير في الاتحاد الكوره والفريق المنافس ليك ونحترمه ونقدره نادي الاهلي ما كانش في الحاله الا لو عمل استكمال، الا لو عمل طلب ضم لعيبه. وافقت ليه؟ ايه اللي احنا بقى جبناه في تدعيمات يناير؟ مشي كل التدعيمات اللي احنا جبناها. فاحنا كل الموضوع بس عشان الناس ما تتوهش مننا، انا بوديك في سكه ثانيه عشان الهيك من المشاكل اللي انا فيها. انا النهارده معاك تحت امرك في كل اسئله تقول لي عليها، لكن انا عايز اقول لك الزمالك في مهمه صعبه، عنده ماتش بتاع مازيمبي، ماتش حرج وصعب مع فرقه رزله، ولا ده مش مظبوط؟ لا مظبوط. ما ينفعش اطلع اعمل مؤتمر صحفي واقول عندي لعيبه مرتزقه وناس كذابين، واذا صح السوشيال ميديا والمواقع الخطاب بتاع اللي بيتوجه ل طارق حامد، طارق حامد كارثه رياضيه، تبقى كارثه رياضيه. صح، تبقى كارثه. تعالى بيه النهارده اللعيبه اللي انت بتقول عليها بتتمرد وعايزه فلوس، كل خرج اللعيبه علينا في مصر. مين اللي علّى سوق اللعيبه؟ انت. البدايه عقد عبد الله السعيد 40 مليون جنيه، عقد عبد الله السعيد. صح. قابل بقى يا بيه بقى من هنا وانت رايح، لما جاء مستثمر محترم يعرف يعني ايه الاستثمار واشتغل، جاب نتائج. راجل فريقه السنه اللي فاتت كان بتلعب نهائي كاس، راجل كان اقرب انه ياخد الدوري، عرف يشتغل ويدعم ده موضوع، وعرف يبيع لعيبته واللي اشتراهم عرف يبيع ويكسب فيهم. لما كان عنده فرقه حاليا موجوده بتنافس، انت تدير الزمالك النهارده بعد الاسبوع الخامس يا اسراء ناصر، احنا الرابع. لما في خمس مطوشه بخسر ماتش وبتعادل ماتش، وهي مشكلتنا كلها بقت مع التحكيم، هي دي مشاكل. الاعلام الاعلام وصف المؤتمر الصحفي بالامس انه قضى على ما تبقى من معنويات الفريق بعد الهزيمه من انبي، والناس كلها الان لان لا كان التوقيت مناسب ولا الكلام مناسب. يا جماعه عبد الناصر ده مواضيع يعني انا عايز اسميها ايه، عدى عليها الزمن وفاتت، مواضيع قديمه قوي. صح. انك تلاقيني فاكر مصر سحر وشعوذه ايام عصام الحضري وايام المحترم مدرب حرس الحدود حاليا الكابتن طارق العاشر. الكابتن طارق العاشر ينفع انا هاجم واحد من ولاد الزمالك من ابناء نادي الزمالك زي المحترم الخلوق حلم طلال اقول له شيلك سته؟ شيلك ايه يا عم؟ علشان ما تلاقيش مكان تشتغل فيه. ايه ده؟ ما ينفعش. هو انا لما اختلف معاك ده اسمع مصر كل واحد فينا يروح لحاله. ومين اللي جاب عدد المدربين دي كلها؟ النهارده بتهرب من المدرب اللي انت بتلعب معاه. طب ما توريني ابنك لبس فانيلا وشورت فين وتسجل في نادي الاتحاد؟ دلوقتي قلت ان الرموز هم اللي اختاروا، هي المصيبه والوحشه مش بتاعتك والحلوه بتاعتك انت وعيالك؟ هو ده اللي بيحصل. والله ما عزبه ولا هتبقى عزبه، وهيجي الوقت ده كله هننفض من الكلام والهم اللي احنا فيه ده. طب انا هكتفي بسؤال واحد ليك لغايه ما نحدد الحلقه اللي انت وعدتني بيها. اين بصفتك انك انت انفردت بكل تفاصيل الميزانيه، اين فائض الميزانيه ال 170 مليون؟ والنهارده الناس قبضت يوم 15 الشهر ده ومفيش عقود للعيبه ولا مستحقات للعيبه. هرد عليك بس عايز افكرك بحاجه برضه تاني. انا كزملكاوي واحد دخل كنت سعيد الحظ وربنا كرمني وفي يوم من الايام كنت بدير داخل نادي الزمالك وعارف في الملفات الماليه وفي اجراءات الصرف ومدخلات النادي،
مش همشي ورا كلمه ال 70 ال 170 مليون وقلت له فايد. ده انا هقول لك كزملكاوي نادي الزمالك في الخمس سنين اللي فاتت دول دخل له وانا مسؤول ومن ورقه وقلت عندك قبل كده في حلقه قوائم ماليه وميزانيه تجاوز ال 2 مليار ونص 2 مليار و500 مليون في الخمس سنين. انا كزملكاوي وكعضو جمعيه عموميه راحوا فين؟ صح راحوا فين؟ راحوا على الورق اللي اتعرض على الجمعيه العموميه راحوا فين بقى؟ ايه اللي جه تاني؟ خلي بالك انك انت اول واحد قلت ان ال 170 رقم وهمي يا بيه. ده انت لو دفعت المستحقات اللي عليك موجوده في ورقه هو مش في ورقنا. صح. ورق الميزانيه والقوائم الماليه اللي اتعرضت وكنا بنهادي وبننادي بصوت عالي اقروا وشوفوا اللي معروض عليكم في لوحه الاعلانات اللي اعلن على اعضاء جمعيه عموميه قبلها بثلاث ايام يا استاذ عبد الناصر. صح. ينفع اشوف ميزانيه بالارقام دي؟ ينفع حد عنده عقل يشوف نادي الزمالك في الخمس سنين اللي فاتوا تجاوز ال 2 مليار ونص؟ كل اللي حصل في نادي الزمالك 38 فدان عقبه وحجر اساس ورخامه موجوده في اكتوبر اتسرقوا يا بيه اتسرقوا. انا ما ليش دعوه بتسرقوا، انا عايز اقول لك كل اللي عينينا شافته السوشيال ميديا والمؤتمر الصحفي وراح المحترم الخلوق دكتور اشرف صبحي راح عمل الافتتاح. افتتاحية يا دكتور اشرف؟ فتحت ايه هناك؟ حطيت حجر اساس بتاع ايه؟ بقالك قد ايه حضرتك حطيت من حجر الاساس ده؟ بيتاخد من اعضاء النادي فلوس سنوية دعم ومساهمة للنادي. فين هي؟ احنا بنحكي في ايه يا ناصر؟ هتقول لي 170 مليون، طب 170 مليون ما اديتش مستحقات اللعيبة المتأخرات ليه؟ ليه طارق حامد أرقى اللعيب من 2014؟ الفريق الاول اللي كان عندنا دلوقتي على مستوى مصر في لعيب ثابت لمده اربع مواسم وخمس مواسم زي طارق حامد وبيلعب مصاب لسبع شهور. ايه؟ بيلعب مصاب لسبع شهور. هتقول لي ايه تاني؟ عايز تقول لي ايه؟ تقول لي 170 مليون 170 مليون؟ طب اجور المرتبات بتتاخر ليه؟ عارف ليه اجور المرتبات بتتاخر ليه؟ لانها خلاص دلوقتي قاربت ال 80 مليون 79 مليون عفوا 79 مليون على السنه. في السنه نادي الزمالك كان بيدفع اجور ومرتبات 21 مليون، دلوقتي بقدره قادر كده راح لحد البالون ومشي لحد شارع السودان فبقينا ندفع 79 مليون. وكمان شركه امن بخمسه ونص من ورقك انت بخمسه شركه الامن بخمسه 800 يا فندم. انا بحكي لك خمسه ورقم مش قدام الاوراق. انا فاهم اطلع لك من واقع شركه الامن شركه الامن بخمسه 800 ولا خمسه 900 ولا سته الا بالاضافه ان عندك اداره امن في باكج المرتبات ال 80 مليون. ده انت ناسي حاجه تانيه. بعيد عن اجور مرتبات العاملين في النادي، مش حاجه اسمها النشاط الرياضي ومرتبات المدربين. انت ما عندكش، عارف ليه؟ انك ما عندكش سياسه ماليه. صح. انت امبارح في المؤتمر ولا اول امبارح بتقول الشركه الراعيه مؤخره مستحقات. طب ما تطلع من 170 على ما الشركه تديك. لا الشركه مش هتديك، لان في مقصه للقناه الوهميه اللي احنا سمعنا 1915 تسعة. هي القناه انا هعمل بيها ايه؟ انا كنادي الزمالك هعمل بيها ايه دلوقتي؟ يعني يا دكتور مصطفى انت عايز تقول ان المؤتمر اللي اتعمل امبارح وشبكة الجاسوسية المؤلفة دي كله ده كان يطلعك من على الخسارة. على خسارة. هو خسارة ايه؟ مش خسارة بطولة، احنا لسه بدري. صح. لسه بدري، اي فريق هيتعثر وكلنا هنكمل، لكن الاستقرار، استقرار فني واستقرار النفسي مطلوب. انت ما بتعملوش، انت كل ما تحصل ازمة صدرها لغيرك وتطلعني في موضوع تاني. انا بسألك اهو بشعل اللي سامعيننا دلوقتي. لما انا خسرت السوبر طلعتني في موضوع تاني، لما انا خسرت بطولة الدوري كانت في متعوبة قعدت وعندنا وهتدفقت في نقاط في نقاط في نقاط، مش انت برضه طلعتني في موضوع تاني؟ هو انا كل يوم هطلع في موضوع تاني؟ جاسوسية ايه؟ شعب قطر، شعب قطر تحديدا هو بالله شعب محترم وعظيم. العاملين المصريين اللي بره هيستقبلوا الزمالك هناك احسن استقبال. مفيش كلام من ده. ايه علاقة ده؟ وبعدين مش احنا اللي ناخد القرار. دولة بمؤسساتها وزارة الرياضة واتحاد الكورة المصري هو اللي يقول انت رايح صح ولا غلط.
وقبل كده فرق كتير واتحادات كتير حاليا في الفترات اللي فاتت دي راحت نفس. الاسبوع اللي جاي لسه جاي منتخب مصر للسكواش فايز ببطوله العالم، وكنا مشاركين على اعلى مستوى في كذا اعمار سنيه يا فندم. والسعوديه حاليا المملكه العربيه السعوديه والبحرين والامارات دلوقتي مش كلام من ده. الرياضه هي الهدف منها ايه؟ وكاس العالم للانديه ومحمد صلاح رايح والهلال السعودي رايح. منتخب مصر الكبير ويتصلح حاله وتطلع بطوله كاس العالم هتلعب 22 هتلعب فين؟ في قطر. ايه المواضيع دي؟ ومنتخب مصر ومنتخب مصر العسكري لسه كان بيلعب قطر في البطوله العسكريه يا فندم. الخلاف من الرياضه ملهاش باي اعتبار. هو 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 زي ما انت قلت يا دكتور مصطفى، متخصص ان ياخد الناس في ملاعب بعيدا عن الازمات اللي بيعيشها. اه لو سمحت بمجهودك العظيم اللي انت شغال فيه ده، كل ما نطلع انت بتلاقينا ليه يا عمي؟ تلاقيني ليه؟ هي دي فرقتنا شايله رجليها كانت شايلاها؟ لا. من امتى نادي الزمالك بيخش فيه جون في الدقيقه في الثانيه 29 نص الدقيقه الاولى؟ من امتى؟ يبقى الناس اللي واقفه مش مركزه. يبقى الكوتش اللي على الخط بره مش مركز، يبقى مساعدينه مش مركزين. هو ده اللي فيه، هو ده حنا الفني والنفسي زي الزفت. والنفسي والنفسي والاداري والمالي. لان زي انا استقر نفسيا. الله ينور عليك. والمالي يا دكتور مصطفى، انت اللي قلت انا اعدي العقود فلان وعلان وعديت خمسه. امبارح قلت مش انت امبارح قلت مش هعدل، واللي مش عايز يقعد في 60 داهيه. حد يقول كده قبل مباراه مهمه؟ يا استاذ عبد الناصر، القواله شيء والفعل شيء تاني. اللي بيعلن قدام الناس ده في الفيديوهات هو ينفع قيمة وكيان اسم رئيس نادي الزمالك؟ كل خلافاتك الشخصية شخصية. نادي الزمالك مش فيها طرف ولا جماهير خالص، ولا نادي الزمالك ككيان بريء من المواضيع دي كلها وجماهيره كذلك الأمر. أنا مالي بأحمد وأمير هيروحوا وأنت زعلان هم مش هيروحوا؟ إنهم مش هيروحوا هناك يا عم، ربنا يكرمنا وأي حد يشيل البطولة ويجي وبتعالى احتفل بيها هنا. انت زعلان ان انت وعيالك مش رايحين؟ وبعدين تعالى يا عم، هو دلوقتي الجمعيه العموميه في جهه في مصر، وزاره الرياضه او اللجنه الاولمبيه اعتمدت نتيجه اللي حصل ده؟ لا. الانتخابات اللي حصلت ما لم يعتمد لم يعتمد احد الجمعيه العموميه دي، ومع ذلك الوزير وافق لحماده انور انه يسافر رئيس بعثه كعضو مجلس اداره. وحصل في تاريخ انتخابات اي جمعيه عموميه بلائحتين؟ لا غير عندك. صح. ايه ده؟ انا عندي مشاكل خاصه بدفع فاتورتها كنادي الزمالك، وهو ده العيب، وهو ده اللي بيتكلم فيه دايما. ما تطلعليش بره الموضوع وتجري. هو عايز ياخدك في السكه دي، انا اروح فيها ليه؟ صح. تعالى يا عم هنا، مش بتقول معاك فلوس ما تدي اللعيبه فلوسها، تعالى هنا. انت رايح بيها فين؟ هو ميتشو ده مين اللي جايبه؟ ومختارينه من كام سي في؟ ومسكنا مدرب الاهلي شرقناه ومش ده حصل؟ هو ده اللي بنتكلم فيه. بما ان هو بيخاطبنا دلوقتي فيديوهات لحد ما ربنا يسهل وينظر في الامر ونطلع في القناه، بالنسبه له انا هكلمك بنفس اسلوبك. نادي الزمالك بيغرق على ايدك، نادي الزمالك بيغرق على ايدك، نادي الزمالك بيخسر، نادي الزمالك ما فيهوش اداره لا فنيه ولا مجلس الاداره بيساعد النادي على حاجه. انا بقول لك، هو انا كزملكاوي كعضو جمعيه 2.5 مليار جنيه راحوا فين؟ يا دوله راحوا فين؟ القوائم اللي بتقولوها وبتعرضوها علينا حضراتكم اعتمدتوها رجعتوها؟ اطلعوا قولوا لنا عشان نسكت ونقفل بقنا. اعتمدتوا اللي حصل في الجمعيه العموميه؟ اطلعوا قولوا لنا عشان نسكت ونقفل بقنا. حد عارف ان يوم 2/12 يوم السبت الجاي في مجلس الدولة في القضاء الإداري دي قضية احنا من ساعة ما دخلنا احنا في المحاكم، بس في المحاكم وفي النيابة والإنسان. صح صح. وأنا من عندك بقول لك أنت تحديدا، ما أنا رحت النيابة وأحمد سليمان راح النيابة،
واديني بكلمك وانا والدكتور عبد الله جورج راح النيابه، والاستاذ هاني العتال راح النيابه، والكابتن محمد ابو العيله راح. عارف رحنا النيابه ليه؟ بلاغ قال احنا ساعه الانتخابات، ساعه ما الانتخابات كانت هايله يا استاذ عبد الله، كنا بنوزع منشورات ضد النادي. منشورات؟ هو انا لما اعلن جوه النادي اللي انا ما دخلتوش غير في مؤتمر ولا في اتنين انت اللي كنت بتعملهم جوه النادي بالمخالفه لقانون الرياضه، ممنوع تعمل داخل النادي مؤتمرات، اروح النيابه على ان انا كنت بوزع رسائل، بخرج رسائل من عندي انا وكل الاسامي المحترمه اللي قلتها لحضرتك. رحنا وناس استقبلونا وسمعونا والادعاء اللي بيدعيه علينا، وطول حياتها طول حياتها النيابه العامه مكان محترم ومكان جليل. طبعا طبعا مفيش كلام، طبعا طبعا. ومعالي النائب العام المحترم الجليل الحالي احمد ابي الصاوي، بقول له يا فندم ما ينفعش يتغلط في نائب عام سابق قبل كده، او كمواطن مصري او يلوح او يلوح ما ينفعش، او يلوح ما ينفعش يجي اسم النائب العام السابق، ما ينفعش، او يلوح بمقام النائب، او يلوح بمقام النائب العام، او يلوح بمقام النائب العام للاستقواء للنيل من الاخرين. الراجل المحترم الرئيس طلعان عينه في كل حته، دي حقيقه، بيشير في الدوله في كل حاجه، وفي ناس تحت شغاله في مرحله اسمها المرحله الانتهازيه يا استاذ عبد الناصر. الانتهازيه، برافو عليك. الناس اللي تحت دي ولا شايفها، وقاعدين ياكلوا في الدوله، لسه سوس الفساد موجود تحت، دي حقيقة. منتهاش منه، بس هو ايه نيجي ايه؟ هو قاعد بيعمل لك اصلاح اقتصادي، قاعد بيعمل لك بنيه اساسيه استهلكت من بعد من 30 40 سنه، قاعد بيعمل كل حاجه. هو اللي حصل ده مفيش حد عاقل شايفه، هيقول لك كلامنا فيه مجامله، مجامله ايه بايه؟ انا المنظمات العالميه اللي عندها القياسات بتبقى تحديدا في الطرق، انا صعدت اكتر من 100 خطوه في ترتيبي. مش انا اللي بقول، ده المنظمات الدوليه اللي عندها القياسات. انا امبارح بخرج قمر صناعي جديد ليا اتصالات وتكنولوجيا. انا تجاوزت المرحله ان لسه ان انا لسه دوله نايمه، انا دوله دلوقتي اقتصادها بينمو. كل ده اللي بيتعمل وفي حد تحت على الارض بيخرب الدنيا. هي رياضه مش هتخرج من عصر الفوضى اللي عايشه فيه بقى لها فتره كبيره. ليه؟ وعايز افكرك بقى، وهو ده يبقى مواضيعنا ونتكلم عليها من عندك، قول المحترم رئيس مجلس النواب الدكتور علي، قول له يا دكتور عايزين نعدل قانون الرياضه اللي من ساعه ما طلع بدل ما يحل لنا مشاكلنا حطينا في مشاكل ما تخلص. قول له استاذ فرج علي، انت دلوقتي سبت لجنه الرياضه وفي لجنه كنت مسؤول عن قانون الرياضه ده، صح؟ قول له دي الحاجات، هي دي بقى الاسئله اللي نطرحها على المسؤولين. وكلهم قالوا ايه؟ احسن قانون وهو بيطلع. اول ما طلع رحنا مركز التسويق والتحكيم، الجهه المختصه الوحيده اللي تحل النزاع، ولا نزاع اتحل. في نزاع لنادي الزمالك اتحل، قال لك ليه؟ اصل لائحه الزمالك بتقول لك مفيش جهه اختصاص هنا، طب اخد مشاكل نادي الزمالك واروح بيها فين؟ عكس فلسفه القانون اتبنت، انا رياضة حلها. وهو من اول دقيقه يا دكتور مصطفى معايا في كره بلدنا، انت انفردت وقلت اللائحه بتاعت نادي الزمالك انا بسميها لائحه تدمير القانون. ده انا قلت لك القانون اتولد مقتول يا استاذ عبد الناصر، دي حقيقه قلت لك مش هيحيى، واحنا وقعنا في فخ. اللائحه الوحيده اللي اتعملت عملها مرتضى منصور بتذهب الى القضاء الاداري ولا تعترف بمركز التسويق والتحكيم. اول ما حصل تصويت على اللائحه لو انت فاكر، صح، وانا بعتذر لك بعد سنتين قلت لي تعالى يعني حللها عندي، قلت لك معلش انا براجع فيها مع ناس الخبراء والمستشارين، صح، عشان انا افهمها، انا راجل مش بتاع قانون لكن ممكن اعرف احلل البنود واقراها. فلما قريتها وبرضو انت بتفهمني، هو مين اللي مسك اللائحه اللي رايح عليها تصويت قبليها ب 48 ساعة؟ محدش. 8 واللي فاتت برضه قبليها ب 48 ساعة. يا بي احنا في أزمة، أو الرياضة المصرية في أزمة. ويظل مرتضى منصور كذلك،
كلما يضيق عليه الخناق في امور يفنن امر اخر عشان ياخد الناس بعيد عن الازمه اللي هو عايش فيها. بس كده دي بقى نحطها رولز نشتغل عليها. دي انا متفق معاك. الحته دي عمرو الجناين عمل ايه للرياضه المصريه؟ عشان اطلع وهاجمه. هاجمه ليه؟ جاب من الزمالك. عمل ايه هو؟ وارد جدا لو خطر تحت وارد يحصل. ياما منتخبات وبطولات عالميه واحد بخطر تحكيم. لكن ما يبقاش رد الفعل بالشكل وما حصلش التجاوز ولا الراجل جه عليك بالدرجه دي. انت فرقتك ما كانتش انت ما جيتش مش من الماتش ده، انت ما جيتش بقالك كتير. من اول السنه من بعد مباراه بيراميدز انت مش موجود. انت ما جيتش من بعد ما خدت بطوله الكاس. دي حقيقه دي حقيقه. ايه العف كده ما نعترف؟ طب والشهر ده كنا بنعمل فيه ايه؟ الشهر اللي فات ده اللي توقف فيه الدوري شهر وشويه، كنت بتعمل فيه ايه؟ لوم نفسك على ده، لوم ادارتك الفنيه اللي عندك على ده، لوم المشرف على الكوره على ده. انما النهارده بتلمح ان اللي هيتذبح لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لاي سوء للماتش اللي جاي يبقى مش يشيل الفاتوره، زي كام واحد شال الفاتوره. مبروك صبري يا عم خالد غندور في السعوديه بينافس وعلى المركز الاول، اللي دلوقتي اختلفت مع نادي الزمالك على الماده، وده برضه يا عبد الناصر اللي لازم نتكلم فيه، اللي انتفع من نادي الزمالك وبياخد اجر مش اسمه رمز. بياخد من النادي فيه مش اسمه رمز، العمل التطوعي الرموز بتوع زمان من اللعيبه دول ما كانوش بياخدوا حاجه لان الكوره ما كانتش بتدي حاجه. فاهم كلامي؟ بتفق معاك يا دكتور. بتخرج من الكوره بتروح الاعلام بتاخد اجر، حضرتك مش رمز ليا، حضرتك بتاخد قصاد عملك اجر. بتفق. ما تقوليش بقى الانتماء هنا، لا انت بتنتمي انت ليه؟ للمال. هو نفسه اللي في المؤتمر الصحفي امبارح ولا اول امبارح فضح خالد الغندور، فضح خالد الغندور فضح خالد الغندور وفضح حصل كذا ويا احمد يا جمال بالظبط لما بقى كذا حصل كذا. ايه ده؟ وهم دول اللي كانوا في الحدث اليوم مستكفين على والورق اللي طلع بيه امبارح هو نفس الحلقه اللي كان عايز يطلع بيها الحدث اليوم ومنع لانها كانت ستثير الفتنه وتوقع بين الدول، سبع دول بتتامر على مرتضى منصور واحنا مندوبين وجواسيس الدول في مصر. يبقى الخلاصه يا استاذ عبد الناصر ما تجرنيش في سكه غير السكه اللي احنا فيها، احنا حاليا خسرانين من امتى؟ عليكم لا يعني طالعين عندنا ماتش خارجي، هو ده الكلام، تكلمني في ده، تطلع تعتذر عن ده، ثقافه الاعتذار وثقافه الاستقاله لازم الناس تتكلم فيها. يا فندم انت راجل صرف 36 مليون جنيه في سنه على كان خاطر يوثق المؤامره بتاعتك انت واحمد سليمان وممدوح عباس وايمن ممدوح ومجدي العتال وهاني العتال وعبد الناصر زيدان وابو المحاطي زكي واحمد سعيد، صرف 36 مليون جنيه علشان خاطر يصدق كذبته هو وحده. اصحح لك بس حته عشان الكلام فينا بارقامه من واقع الاوراق الماليه والميزانيه بتاعت النادي 24 مليون مليون جنيه 30 مليون جنيه للقنوات الفضائيه 30 مليون هتعتمدها كام؟ 30 مليون جنيه في قد ايه؟ انا بتكلم على سنه ماليه لا في 10 شهور والله اعلم هي 24 ولا لا مش فاكر بس انا يعني مش قدامي لا الرقم اللي في الميزانيه اللي ذكرناه انا وانت 24 300 300 انا بتكلم على ان ساعتها لو انت فاكر استاذ عبد الناصر قلت لك الرقم يبقى انا الشهر ب 2 مليون جنيه 24 300 او 24 وقصور والمبلغ رقم 24 والرقم طول الشهر بصرف من فلوس نادي الزمالك واعضاء جمعيته العموميه المحترمين 2 مليون جنيه عشان اصدق كذبه ان دول اعداء الزمالك ليه بقى ال 2 مليون جنيه دول عشان ادعم النادي عشان اوقف النادي على حيله لا عشان احارب الناس اللي مختلفه معايا عشان احلل فني كويس لا عشان اروح اطلع احط على جروس لا واطلع احط على كل المختلفين عليه المختلفين معاه اشتم الناس بس إيه؟ اشتم الناس بس المبدا اللي اشتغلت عليه تنافى مش هو ده تعال بقى افكرك ويمكن انا قلت لك قبل كده نفس القناه دي عدد الساعات فيها لحملة إعلانية
لقائمتنا المحترمة، ومن هنا بدعم الشفا لمجد وباخد بيد هاني لصحة أبوه إن شاء الله يرجع بالسلامة، واخد بالك؟ رجع بالسلامة الحمد لله، رجع بالسلامة. ربنا برقم، خلي بال حضرتك من أنا هقوله، الشهر بسنة عشان الناس تفهم في الكلام، قيمة الشهر وأقل كمان من الشهر، نفس القناة، واخد بالك؟ فانت بالبلدي كده عندنا فيها امثله دي ايه؟ زغراتي اللي ما انتش غرمانه، انا متعوبه. زغراتي اللي ما انتش غرمانه. اخيرا يا دكتور، اخيرا يا دكتور حتى نلتقي. انا طولت عليك؟ لا بالعكس، انت انا بالعكس انت اسريت. عايز اوصل معاك، انا مش هجري ورا الكلام اللي بيتقال ده كله كلام بتلهيني عن اخطاء وبس. لكن انا تحت امرك ان شاء الله، ربنا ييسر الامر، تحت امرك في حلقه كامله ومن واقع اوراق ومستندات. بس عايز اختم معاك حاجه واحده صغيره قوي. اتفضل. قانون الرياضه ده في باب اسمه باب العقوبات. اه. باب العقوبات لو اتطبق، وبقول الكلام ده للدكتور اشرف، افتح باب العقوبات، وقلتها قبل كده للمحترم المهندس خالد عبد العزيز، افتح باب العقوبات وقروه وشوفوا لو اتطبق اللي فيه لا ليها دعوه بقى بمركز تسويه وتحكيم ولا غيره. ما ينفعش استثير الناس واخرج بره السلم اللي المفروض الرياضه تحققه، الروح الرياضيه صح. اللي المفروض الرياضه تحققها. اللي بيحصل ده بقالنا فتره خارج تماما. لو اتطبق عليه باب العقوبات اللي موجود في قانون الرياضه، تعالى بقى شوف مين يحاسب على الكلام. في باب تاني اسمه باب الاستثمار. احنا خدنا من باب الاستثمار ايه لحد دلوقتي؟ ولا حاجه. ندفع اجره قناه رياضيه، مع العلم هو قال لك اطلع اعمل شركه واستثمر ودور مقوماتك التاريخيه والمكانيه والاعلانيه واعمل اللي انت عايزه. صح. احنا ما عملناش. انديه ثانيه بنحترمها ونقدرها برضو عملت وسبقتنا في خطوه. وعايز اقارن بس عشان الناس اللي بتقول الفرق بيننا وبين النادي الاهلي. ميزانية الأهلي السنة دي يا أستاذ عبد الناصر بيناقشوا ميزانية بكام؟ 2 مليار بكام؟ أنت بقى يا نادي الزمالك بتناقش، وهختم عشان طولت عليك أنا آسف، ميزانيتك السنة دي ما كانتش متجاوزة ب 500، ماشي؟ يبقى أنت ربعه، تعالى بقى لربعه بقى، عارف أنت جايبهم منين؟ وما زلت تاني من العضوية، بتجيب فلوسك من اشتراكات جديدة، عضويات جديدة، أوه. وما زالت بالسعر القديم. ما زلت بتجيب لنادي الزمالك اعضاء تاني عشان تجيب فلوس وتتصرف وتضيع زي ال 2 مليار ونص اللي من واقع اوراق راحوا مش موجودين عندي منهم حد. وهي دي الكارثه الحقيقيه، ان فجاه هتلاقي جوه نادي الزمالك تجاوز اعضائه دلوقتي دخلوا على ال 90,000 عضويه. 100,000 يا دكتور. لا 90، انا بكلمك برضه فاهم، انا بعرف ارقامه ازاي. تمام. لا اللي ليهم حق التصويت حاجه يا عبد الناصر، اللي ليهم حق التصويت حاجه، والعضويه رقم العضويه مسلسل العضويه 90 من 90. بس خد بس خليني امشي معايا 90. عارف هو لما استلم النادي استلمه كام؟ 52 الا كام 100، يبقى زاد عنده كام؟ 38,000 عضويه. اللي اتعمل في 60 سنه عمله في 5 سنين. مش في 60، اللي اتعمل في 100. في 100 وسبعة سنة ولا بخمسة سنة عضوية نادي الزمالك من ساعة ما اتنشأ، أنت في 5 سنين عملت 65% منه. هي دي الكارثة، هي دي الكارثة اللي لازم الأجهزة والمؤسسات والوزارة والمديرية تشوفها. هي دي الكارثة. وأن يطبق القانون على الجميع بلا استثناء. ده طلبي الأخير طبعًا، ده ما فيهوش جدال، ده فوقنا فوق راسنا فوق يعني. وكلنا ان شاء الله يبقى لنا بينا وبين بعض. شكرا لك. شكرا. واتشرفت بيك وحقك عليا اذا كنت مفهوم. لا بالعكس، اسرتنا جدا واللقاء كان مهم، واستعد باوراقك يا دكتور. انا جاهز بيها في المكان المناسب، لان انا يعني فكري بيوديني للحته دي. انا مش ممكن امشي وراك في اللي انت بتقول، لا ده انا هقول لك انت عندك كذا وكذا وكذا. برافو عليك. صح. انت بتخاف من كذا وكذا، انت عندك عيوب كذا وكذا وكذا، وكلنا لازم نعمل كده. ومن عندك من منصتك دلوقتي، ومن عندك على القناه الخاصه بتاعتك يا استاذ عبد الناصر، بشكر تامر عبد الحميد اللي قدمه في تفسيره للوضع بتاعنا بتاع النادي ده. الزملكاوي بقى اللي بيتحارب في لقمه عيشه،
فاهمني؟ بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. اتفضل اتفضل يا استاذ. وبشكر انا الكابتن تامر عبد الحميد كمان مع الدكتور مصطفى عبد الخالق، لان فعلا الكابتن تامر عبد الحميد يعني بيحلل بشكل منطقي وعقلاني الوضع المرير في داخل نادي الزمالك. قبل ما اروح واطير بيكم الى الكونغو واعرفكم اخبار نادي الزمالك، جايه لي رساله مهمه جدا، بس علشان هنا في الاعداد بيقولوا لي افتح، جايلك رساله مهمه جدا من واحد زملكاوي مقيم في المملكه العربيه السعوديه. خلينا بس نفتح الرساله دي لانها مهمه، وكتبوها لي كمان هم في ورقه، كتبوها لي في ورقه لانها يعني بيقولوا لي مؤثره جدا. انا احد كبار الزملكاويه اللي عايشين في المملكه العربيه السعوديه، التقيت صباح اليوم الاربعاء بمدرب الزمالك السابق مستر جروس، مدرب الاهلي الحالي هنا في اهلي جده، وسالته عن وضع الزمالك، قال لي انا متابع ولكن عايز اقول لك ان الزمالك ضاع وغير موجود. ورد عليه، انا فرديت عليه وقلت له احنا عشنا معاك يا مستر جروس احلى ايام. قال له مرتضى منصور بكل ما تعنيه الكلمه شخص لا يوفر اي مناخ طبيعي لاي مدير فني، وعدد له اللعيبه اللي بيحبهم وعلى اتصال بيهم حتى الان، وقال له من افضل الناس اللي متواصلين معايا وانا بحبهم جدا طارق حامد ومحمود علاء واوباما وغيرهم، وقال له كان نفسي احقق للزمالك اكتر من بطوله، ولكن للاسف الشديد يعذرني جمهور الزمالك العظيم، لقد توقفت عن تشجيع الزمالك الذي عشقته من قلبي حتى يرحل عنه هذا الرجل. الرساله جريدة النهار الجزائرية بتتكلم عن بغداد بونجاح وصفقة الأهلي المصري في يناير القادم، هيكون معانا أحمد السيد وعندنا تفاصيل مهمة في هذا الموضوع، ولكن خلينا سريعا كده نقفل ملف الزمالك ونطير إلى أخبار الزمالك في الكونغو ونشوف ماذا يدور، متمنين التوفيق. عندي بس معلومة مهمة جدا، هو ليه الزمالك ريح يوم في أثيوبيا؟ يعني ده سؤال بسأله لإدارة الزمالك، ريح ليه في اثيوبيا؟ المعلومه اللي عندي ان الزمالك ريح في اثيوبيا يوم لان ميتشيو كان عايز يريح يوم في اثيوبيا لان مراته موجوده هناك في اجازه، فعشان كده عملت كان من المفترض ترانزيت من اثيوبيا الى الكونغو، فقرروا بناء على رغبه ميتشيو انه يباتوا ليله في اثيوبيا على كان يقضي ميتشيو ليله مع اسرته. دي المعلومه اللي عندي، ولكن لا يفتى وعلاء حمام في المدينه، فخلينا نطير للاستاذ علاء حمام ونطمن على كل اخبار الزمالك ونساله برضه السؤال ده. استاذ علاء السلام عليكم. اهلا وسهلا يا استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. استاذ علاء، المعلومه اللي جات لي ان كان من المفترض الزمالك يعمل ترانزيت في اثيوبيا وما يباتش، ولكن نزولا على رغبه ميتشيو ووجود زوجته في رحله في اثيوبيا رتبوا انه يباتوا يوم علشان خاطر ميتشيو يقضي يوم مع اسرته. الكلام ده هل لديك بيه معلومات؟ لا، المعلومه اللي عندي ان الزمالك عامل حسابه ان عشان طول رحله السفر هيريح يوم في اثيوبيا. تمام. من فتره. اه. دي المعلومه اللي عندي ان برنامج الرحله من فتره لان كانوا بيفكروا ياخدوا طياره خاصه، لو هتبقى مكلفه جدا باهظه الثمن، فميتشيو اقترح عليهم ان احنا ممكن بدل ما ننزل وننام في المطار يناموا اكتر من 8 ساعات في المطار، لا يريحوا ال 8 ساعات دول او يريحوا يوم وبعد كده يسافروا. طيب طمنا على البعثه في الكونغو او في اثيوبيا. طب احنا اتفضل هنقول بقى اسامي اللعيبه اللي موجودين مع ميتشيو عشان حضرتك الساده المشاهدين يعرفوهم. اتفضل. هو معاه 23 لاعب، محمد عواد، محمد ابو جبل، محمد صبحي، دول ثلاثي في حراسه المرمى، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم امام التونسي، حمدي النقاد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، دول خط الدفاع، تونسي فرجان ساسي، طارق حامد، احمد سيد زيزو، محمد حسن، يوسف اوباما، المغربي محمد مناجم، مصطفى فتحي، كريم بامبو، محمود عبد الرازق الشيكابالا، دول في خط الوسط، واشرف بن شرقي وعمر السعيد ومصطفى محمد في خط الهجوم. الزمالك عنده غيابات، محمود عبد العزيز الاصابه، محمد عنتر ومحمد عبد السلام وخالد بوطيب لرؤيه فنيه خاصه بالجهاز الفني. تمام. اسلام جابر وامام عاشور الثنائي غير مسجل في القائمه الافريقيه. تمام. عندنا النهارده حصل بقى كواليس لحضرتك. ميتشو. اتفضل. ميتشو كان قبل ما يقعد مع الكابتن طارق حامد جات لي معلومه كده ان الكابتن طارق حامد كان غضبان من ميتشو
وكان منتظر منه ان هو يدافع عنه ويطلع يدافع عن اللعيبه ويطلع يوضح ان الراجل مصاب وان الراجل ما لا يتمرد ولا بيتمرد ولا بيهرب من مباراه ام تمام. لكن طبعا ميتشو خذل وخذل كل الزملكاويه انه ما طلعش دافع على لعيبته، ما طلعش اتكلم، ما طلعش قال رئيس النادي ان اللعيب مصاب، ساب اللعيب يواجه انتقادات رئيس النادي لوحده. فجالي خبر ان كابتن طارق حامد كان قريب جدا جدا من المدير الفني، ولما المدير الفني طلب يعقد جلسه مع كابتن طارق حامد، كابتن طارق حامد ما كانش عايز يروح يعقد معاه جلسه لانه طبعا ما دافعش عنه امام وسائل الاعلام ولا دافع عنه امام اي حد، وعايز يرضيه كده في الاوضه يقول له ما تزعلش. فطبعا الكابتن طارق حامد راح ليه لما زمايله قالوا له روح عشان ما يقولوش ان انت بتعمل مشاكل في المعسكر. فالكابتن طارق حامد راح قابل ميتشو، فميتشو قال له انت لعيب كبير ولعيب ممتاز ولعيب دولي. فطبعا الكابتن طارق حامد عارف ان هو لعيب كبير ولعيب ممتاز ولعيب دولي، شكر وخد بعضه ومشي. لكن طبعا جواه غاضب من الراجل، وكان يتمنى من الراجل يدافع عنه، لان دي من مهمه المدير الفني. هو عامة الراجل جاي ياكل عيش ومش هيبقى ده زي جروست ولا فريرة اللي كانوا بيتصدوا لكل الخبطات عشان يحموا اللعيبة من مرتضى منصور، فده طبيعي يا علاء يعني. ماشي بس ده دوره، احنا بنقول ان ده دوره. متفق معاك. اه نفسه اتفرج على مجموعة من مباريات مازيمبي عشان يعرف طبعا نقاط القوة والضعف الفريق الكونغولي. النهارده حصل حاجة في الكونغو، رئيس مازيمبي بيحتفل بمرور 80 عام على إنشاء النادي. عزم إيفنتيني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الكاف، ومجموعة من نجوم أفريقيا، وعملوا مباراة ودية استعراضية في ملعب مازيمبي. تمام. ودعاهم رئيس مازيمبي لحضور مباراة الزمالك غدا، عفوا يوم السبت قصدي، دعاهم لحضور مباراة الزمالك يوم السبت، فلو ظروفهم سمحت هيحضروا مباراة، ظروفهم ما سمحتش هيغادروا الكونغو. تمام. عندنا خبر أخير بقى، احمد رمضان بيكهام ده لاعب في وادي دجله، لكن اللاعب ده انتقل في صفقه انضمام محمد محمود للنادي الاهلي، والنادي الاهلي وضع شرط في عقده انه اول موسم ممكن يرجعه ويدفع 15 مليون جنيه. تمام. المواسم اللي بعدها كده يرجعه ويدفع 20,000 جنيه. تمام. عفوا يدفع 20 مليون جنيه. تمام. جالي خبر ان احد الوكلاء فاتح مسؤول الزمالك في ضم احمد رمضان بيكهام، طبعا هو لعيب جيد ولعيب كويس، لكن الزمالك بلغ الوكيل ان في يناير موجود بس مكان واحد، وان الاولويه التعاقد مع مهاجم في يناير. بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يوفق الزمالك ان شاء الله. المباراه صعبه يا علاء، وان شاء الله يوم السبت كل الزملكاويه يفرحوا بفوز الزمالك، او على الاقل ما يخسرش في الكونغو ان شاء الله. نتمنى باذن الله ان شاء الله. زعفر شكرا جزيلا استاذ علاء حمام، واخر اخبار نادي الزمالك والمعسكر والاستعدادات لمباراه مازيمبي. يا ترى طيب في تونس حصل تليفون بيني ما بين، عذرا بس يا جماعه الكحه بس والبرد مسيطرين عليا سيطره جامده الحمد لله، وكان لازم اطلع النهارده عشان خاطر السيف والدرع ما يديش ايهات يقول لك كأنتوا فاهمين يعني. حصل مكالمة تليفونية بيني ما بين الأستاذ جمال جبر رئيس المركز الإعلامي في النادي الأهلي المتواجد في تونس، طمني على البعثة جدا جدا جدا، وقال لي الحمد لله الأمور ماشية على ما يرام، ولكن رامي ربيعة أصيب بكدمة في آخر دقيقة من التمرين نتيجة كرة مشتركة مع مروان محسن، على أثرها حصل ورم في رجله في ركبته وعالجوه بسرعة وتلج وكده، ولكن سيتحدد مشاركته في المباراة إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة الخميس. إذا رامي ربيعة أصيب بكدمة في آخر دقيقة من التمرين في كرة مشتركة مع مروان محسن وخضع للعلاج، والدكتور طبيب النادي الأهلي سيحدد إمكانية مشاركة رامي ربيعة من عدمه النهاردة الخميس. يوم الأربع أمس تم التدريب على ملعب الجامعة التونسية زي ما قال لي الأستاذ جمال جبر في التليفون، والنهاردة الخميس هيبقى فيه مؤتمر صحفي هيحضره من النادي الأهلي مستر فايلر ومعاه حسام عاشور الكابتن الفريق،
وهيتفتح التمرين في استاد رادس لمده ربع ساعه، بعد كده هيتحول الى مران مغلق. الاهلي هيلعب بالزي الاسود اللي هو الزي التالت بتاعه علشان خاطر صاحب الارض. فريق النجم الساحلي هيلعب بزيه الاول اللي هو الزي الاحمر المعتاد. مزيد من التفاصيل واخبار بعثه النادي الاهلي وتلات اسئله جايه لي. مؤمن زكريا عكم منساش مهم جدا، وما اثير حواليه، وانا كتبت على صفحتي ان كلام لا اساس له من الصحه، ولكن مزيد من التفاصيل مع احمد السيد. الحاجه الثانيه عايزين نسأل على حاجة مهمة جدا، الناس اللي سافرت على نفقتها الخاصة وعدد الجماهير. يعني المعلومات اللي عندي ان في الاستاذ خالد مرتجي ومحمد جمال الجرحي سافروا على نفقتهم الشخصية، وفي حوالي 50 مشجع وصلوا من مصر، وفي مدرج كامل محجوز. الحاجة الثالثة نسأل هل هناك جديد في أي صفقات جديدة في النادي الأهلي؟ أستاذ أحمد السيد خبيرنا المتخصص في أخبار النادي الأهلي، السلام عليكم يا أستاذ أحمد. عليكم السلام، تحياتي ليك يا أستاذ عبد الناصر وكل متابعينك في كل مكان. يعني خلينا نبدأ الأول، ماذا لديك من معسكر الأهلي في تونس؟ زي ما حضرتك قلت كده، يعني الخبر المؤسف بس هو إصابة رامي ربيعة في المران في كرة مشتركة مع يعني مروان محسن، كازمة في يعني عظمة الفخذ يعني بجوار الركبة. رامي ربيعة لم يستطع استكمال المران وكان باين تأثره، وبالتالي يعني غدا إن شاء الله الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال إن هيكون في أشعة بإذن الله في الصباح وقبل المران، هيقوم يعني بمحاولات كده لتجهيزه، وقد يخضع لبعض الحقن المسكنة من أجل المشاركة في المران الأخيرة ومن ثم المشاركة في اللقاء. وبالتالي الموقف النهائي لرامي ربيعة زي ما قال لنا دكتور خالد محمود طبيب الفريق هي كادمة في أسفل الفخذ، موقفه من المشاركة وعدم المشاركة هيتحدد بإذن الله يعني في المران الرئيسي على ملعب رابس. ده بالنسبة لإصابة رامي ربيعة، لكن المران كان مميز جدا ويعني واضح من المران يعني تركيز مستر فايلر مع اللعيبة في بعض الجمل الفنية تم تطبيقها في المران. خلينا نقول كمان واضح أن في اهتمام بالكرات العرضية، لان ده يعني كان في محاضره فنيه للعيبه من مستر فايلر قبل بدايه اللقاء استمرت اكثر من حوالي 30 دقيقه. مدرب الاحمال توماس بينكل كمان مخطط الاحمال الفنيه، يعني كان في جزء من المران يعني مخطط الاحمال البدنيه كان في جزء بدني كويس جدا في المران. كذلك يانكو بيشيل مدرب الحراس المرمى كان في تدريبات قويه لشريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي. التقسيمه كانت قويه جدا وكان واضح التركيز على اللعيبه، طلق فيها احمد الشيخ جاب هدف براسه، يعني واضح التركيز الشديد من الكل والكل بيحاول يسعى ان يكون جاهزا للمشاركه في اللقاء. كان موجود السفير المصري في تونس نبيل الحبشي، طاقم السفاره المصريه كله كان موجود، طبعا كان في استقبال مهند مجدي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه الفريق في تونس، متواجد ايضا المهندس خالد مرتجي ومحمد الجرحي عضوي يعني مجلس الاداره اللي تواجدوا على نفقتهما زي ما حضرتك قلت لدعم الفريق، بالاضافه الى 50 مشجع بيقودهم صديقنا العزيز الاهلاوي الكبير الحاج احمد عبد الصادق اللي متواصل معانا، وكمان في مدرج تم تخصيصه لجماهير الاهلي اللي من المحتمل زي ما قال لي الاستاذ جمال جبر تتزايد النهارده الخميس وصباح الجمعه. صح، اللي قال كده كمان الاستاذ المحترم نبيل حبش السفير المصري اللي قال ان تم الاتفاق مع الجامعه التونسيه يعني اتحاد الكره التونسي حضور 500 مشجع، وهيكون الحضور بجواز السفر فقط بدون تذاكر على ان تتم المعامله مثل في القاهره. يعني نتمنى تواجد الجماهير العربيه المصريه في ملعب رابط، اعتقد اضافه قوية جدا جدا جدا. وكمان اللي في المران شهد زي ما انا بقول بعض الجمل الفنية لمستر فايلر، ويمكن يعني الاتفاق على النقاط العريضة للفريق غدا باذن الله. يمكن في مفاضلة ما بين اكثر من لاعب في اكثر من مركز، يعني محدش عارف لسه، مش عارفين يبقى الملامح التشكيل ربما تكون معذرة يا احمد، انا اسف معذرة يا احمد، انا اسف يا ابو حميد بس الكحه مسكاني شويه، انا اسف. لا انا الدور البرد في كل حته دلوقتي. الحمد لله الحمد لله.
فملامح التشكيل حتى الان لم تتضح، لكن خلينا نقول في مفاضله ما بين احمد فتحي ومحمد هاني في مركز ظهير الايمن للبدي الخيمه، لكن علي معلول حاجز يعني الناحيه اليسرى في بدايه اللقاء. كمان مستر فايلر شاف زي ما انا قلت بعض المباريات لفريق نجم الساحلي التونسي في المقابل لمستر جريدو بيقول ان فريق نجم متاح ليه وان هو يعلم كل كبيره وصغيره وان هدفه هو الفوز بالمباراه والتتويج كمان بالبطوله لا ان شاء الله الاهلي هيفوز باذن الله ان شاء الله. خلينا نقول كمان قبل المران النجم الساحلي التونسي قام بتكريم يعني لاعب الفريق يعني رمضان صبحي، وهذا التكريم الذي احدث ازمه داخل النادي النجم الساحلي التونسي، لان زي ما خلينا نقول برضو تفاصيل علشان الموضوع ده خد ليه بقى خلينا نقول ان الكواليس البدايه هو النجم الساحلي التونسي اعلن عن طريق يعني المسؤول عن النادي الاهلي هناك ان هيكون في تكريم رمضان صبحي، وده اللي حدث بالامس. لكن خلينا نقول ان قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي قال ان تكريم رمضان صبحي ده يعني ما كانش تكريم رسمي زي ما بيقول، ولكن هو تكريم من المرافق البعثة التونسي للنجم الساحلي التونسي، قال ان ما كانش فيه تنسيق في هذا الشان، ولكن طبعا كلنا بنبارك للمنتخب المصري وبنبارك لرمضان صبحي، ولكنه تصرف فردي وليس رسمي. وبالتالي التكريم يعني كان داخل مقر إقامة السفير المصري في تونس، قال كان من المفروض ان يكون في يعني بعض الامور البروتوكوليه ان هو يرجع لينا شويه، يعني خلينا نقول ازمه من غير لازمه داخل النجم الساحلي. في النهايه رمضان صبحي اتكرم وكالات انباء العالم كلها نقلت وخلاص بالضبط كده، واعتقد يعني في كل الاحوال هو تكريم يليق برمضان صبحي طبعا ويستحق رمضان صبحي بالضبط. وده اللي اكده ايضا قيس عاشور المتحدث الرسمي لفريق النجم الساحلي التونسي. عندي كمان يعني بعض الاخبار يعني بالنسبه للنادي الاهلي. خلينا نقول كان من الواضح ان في بعض الجلسات اللي قام بها اللعيبه شويه كان في وليد سليمان اجتمع باللعيبه هو حسام عاشور واحمد فتحي وشريف اكرامي يعني بعد المران في محاوله لشد الاهلي، وده يعني يؤكد اهميه كباتن النادي الاهلي والدور اللي بيقوم به كباتن النادي الاهلي بدون يعني تحديد حتى اسماء، ولكن من الواضح ان هناك محاولات ليكون في امل يكون في دايما روح عاليه وتفاؤل واصرار على يعني الفوز باذن الله امام النجم الساحلي التونسي. مروان محسن كان حزين شويه بعد اللقاء لانه هو اللي تسبب بعد التمرين اللي هو عشان اصابه رامي ربيعه رامي ربيعه، خصوصا ان كان في يعني تورم شويه كده اعلى الركبه، لكن خلينا نقول يعني ان شاء الله ان شاء الله بسيطه ويشترك باذن الله باذن الله ان شاء الله. هذا ما نتمناه. الموقف النهائي زي ما انا بقول هيتحدد يعني في المران الختامي. طب يعني طيب موضوع مؤمن زكريا بقى والازمه اللي حصلت، يعني اعتقد ان الزميل المحترم رامي حتحوت لا يقصد ابدا ان يصنع ازمه، ولكن الراجل بيعمل شغله يعني الموضوع غريب وعجيب، وحطه في هذا التوقيت يعني واضح جدا 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 هو محاوله لهز استقرار النادي. مش عايزين يعني هاني حتحوت حد محترم، مش عايزين نقول كده، ولكن هو يعني الراجل صاد انفراد ربما يكون ليس سبق ولكنه انفراد، بمعنى انه قديم ولكن لم يتحدث في احد. صح كامل التقدير والاحترام لهاني حتحوت والاستاذ احمد جلال طبعا يعني الاثنين كانوا بجواري في سفريه تونس لو حضرتك تفتكر اللقاء الختامي ما بين الاهلي والترجي التونسي، الاهلي وزن فيه بالثلاثيه يعني كنا احنا الثلاثه جنب بعض في الطياره ايوه هذه السفريه المسؤومه، لكن خير ان شاء الله الاهلي ياخد البطوله ان شاء الله تسافر ان شاء الله النهائي وهيكون مباراه واحده وتيجي فرحان ان شاء الله ونكون في قناه كمان ونكسر الدنيا يا ابو حميد. يعني موضوع مؤمن هو الاهلي لم يقيده وليس هناك جديد، ولكن يمكن ربما يكون التوقيت خان هاني حتحوت بس. هو اجراء روتيني، الخطاب مش مفاجاه يعني نفس الخطاب اللي تم ارساله. لكن اللي يعني الناس ان مستحقات مؤمن كلها تمام وعلاجه تمام. بالفعل، وحابب بس اقول ان نفس الخطاب اللي ارسله الاهلي لمؤمن زكريا ارسله لهشام محمد ومحمد محمود صح.
وبالتالي دي كلها اجراءات روتينيه، ان يعني خلاص لائحه اتحاد الكوره بتقول كده، ان اخر يعني لو لم يشارك اللاعب بعد اخر مباراه في الدوري بحد اقصى 15 يوم يجب اختار اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في القائمه بخطاب بعلم الوصول. علشان كده لازم الكاميلا يرسل خطاب الى منزل اللاعب، ده اجراء روتيني واللاعب يعني في شيء مش، وعلى فكره نفس الوضع هيعمله الزمالك مع محمود عبد العزيز، بس لسه ما حدش عارف يعني. بالظبط. بالنسبه بقى لموضوع ان الاهلي رفع ايده عن مسانده مؤمن زكريا وكلام هذا المكلام كلام كاذب، كابتن محمود الخطيب يعني قال ان مفيش اي يعني سقف مفتوح لمسانده اللاعب، ولاعب سافر لالمانيا، ويعني مش عايزين نتكلم بس في حاجات ما انا والله خلي بالك، انا لولا الاسئله الموضوعات الانسانيه ما بحبش ازيد فيها، لان يعني مؤمن لا يحتاج الى جروح نفسيه، وده كلام كله بتتعرض انك تحكي حاجات عيب انها تتحكي يعني. فالناس كده، الناس كده فهمت، والاهلي مكمل وللاخر، ومشوار الموسيقار تركي ملهوش ده علاقه بالاهلي، ويشكر الموسيقار تركي على ما يقدمه. خالص طبعا من وجه الشكر ليه، لكن ببالغ وبالغ، مش عايزين نتكلم في ارقام ومش عايزين نتكلم في مبالغ، لكن مؤمن زكريا ربنا يا عم يشفيه، فلوس الدنيا كلها فدا ضفر رجله. يا رب. طب هل في كلام عن صفقات ولا كله مؤجل لبعد يوم الجمعة؟ لا كله مؤجل تماما طبعا بعد العودة من تونس، لكن خليني أقول بإذن الله إن قد يكون يعني هناك إعلان عن حتى مستر فايلر لما قال إنه لسه لم يستقر على المراكز، ده في حواره منذ أيام، ده كان واقعي بالفعل، إنه بيفكر في رأس حربة زي ما قلنا ومدافع، لكن يعني هناك بعض التغيرات اللي بتحصل في الوقت الأخير دائما، لكن نقول يعني إن شاء الله قريبا جدا يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد معه، زي ما حضرتك قلت إن فايلر مرحب بيه، خصوصا انه بيعرف اكتر من المركز. لكن الحديث عن الصفقات هو يعني مرفوض تماما داخل النادي الاهلي في الوقت الحالي طبعا، لان الاهلي بيعرف يتكلم امتى، بيعرف يسكت امتى، بيعرف يوفر الهدوء والاستقرار لعيبته بشكل كويس. شكرا يا ابو حميد، فنتمنى التوفيق للجميع باذن الله. شكرا جزيلا يا ابو حميد على هذه المعلومات، ومستمرين، وما زلت كل يوم بفكرك الاهلي هيجي فايز من تونس. شكرا جزيلا. يا رب. شكرا جزيلا. يعني معلش انا اسف، الساعة 2 ودقيقة طولت عليكم، ولكن يبدو ان اللايف قلب لحلقات تلفزيونية، لان يعني انتوا اللي ادتونا هذه الثقة، وانا مش عايزين نقصر معاكم، انا واخد مسكنات عشان اقدر اتكلم، ويمكن دور البرد زاد عليا شوية في اثناء الحلقة، فسامحوني، بعتذر على كتر الكحة والنحنحة اللي ملهاش لازمة دي، انا اسف جدا. كمان عايز اقول لكم على حاجة اختم بيها. النهاردة كنت في زيارة أنا والأستاذ أبو المعطي زكي إلى نادي إنبي، رحنا قدمنا التهنئة، مهندس زكريا رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والكابتن عبد الناصر محمد المدير الإداري المحترم، والتقينا الكابتن حلمي طولان، إن إحنا كنا على وعد إن إحنا نغرمه غدا في حالة فوزه على الزمالك. أحلى حاجة إن الكابتن حلمي قال حاجة حلوة جدا، قال أنا دايما وأبدا أنا فزت على الزمالك 6 مرات، ولكن الزمالك وجماهيره حاجة وأدائي للمباريات شيء تاني، لأن لازم أدي بشرف وأمانة وبضمير. المباراة خدت وضع غير حساس لتطاول مرتضى منصور على الكابتن حلمي، فده اللي خلى المباراة كان ليها شكل حساس. كابتن حلمي اتكلم كلام مهم جدا معنا، وعزمنا على غدوة معتبرة، غدوة معتبرة. طبعا عايزين تعرفوا اللقاء كامل بالغدا، هنوريكم بعض اللقطات وأنا بتكلم معاكم. يعني ده مطعم المنوفي في التجمع الخامس، حج كامل والناس كلها، طبعا وصديقي الاستاذ ابو المعطي زكي، ربنا ما يحرمنا من بعض، يعني راجل احبه في الله، وتواجدنا وكان لقاء مثمر جدا، وكان معانا الاستاذ وليد ابو عقيل صديقنا العزيز والمنسق العام لبرنامج كرة بلدنا، متواصل معانا وليد، ما بيأثرش معانا ابدا. كمان الكابتن حلمي بدأ يظهر بعد ال5 دقايق الاولى، مناكشه انا ومناكفه انا وابو المعطي زكي زي ما انتم شايفين كده، والكابتن حلمي راح طلب لنا ريش وموزه وكباب وكفته وطرب وسجق وكلاوي وكبده، مش عارف، انتحرنا يا جماعه، انتحرنا.
انتهينا طبعا قدامكم جنتلمان الكره المصريه صديقنا العزيز الذي نحبه في الله كابتن حلمي. احنا مش رايحين عشان نكيد حد ولا نغيظ حد، كابتن حلمي دايما بندعمه. انا رحت له الاتحاد السكندري بعد فوزه برضه على الزمالك بالمصادفه، والنهارده بروح له بعد هذا الفوز المهم ده، اول فوز لإنبي واول هزيمه للزمالك، وطبعا كان فوز مهم لانه كان رد اعتبار للكابتن حلمي كبير جدا جدا. رحبوا بينا جدا في مطعم المنوفي والناس اتلمت علينا بشكل كبير جدا، وده كرم من عند الله ونعمه بصراحه. يعني احنا يعني لما نزل الاكل رحنا سايبين التصوير وانتقمنا يعني. فشكرا للكابتن حلمي على كرمه، وشكرا للصديق العزيز الاستاذ ابو المعطي زكي، وتحيه للمحترم الاستاذ وليد ابو عقيل على ما يبذله معنا من مجهود. يعني دقائق قضيناها، انا شخصيا وصلت بترو سبورت الساعه 4 وقعدت مع الكابتن حلمي حتى التاسعه، يمكن من احلى 5 ساعات غيرت فيهم جو، واول مره اروح استاد بترو سبورت في حياتي، واول مره اخش استاد بترو سبورت في حياتي. يعني كان يوم ظريف، جو ساعة جدا من بعد المغرب، ولكن في النهاية كان يوم ظريف. كابتن حلمي هنا كان بيدينا تصريحات خاصة، لو ينفع نعلي الصوت نسمع شوية لو ينفع. احنا بصوا يا جماعة، دي أحلى كلمة وأحلى جملة قالها الكابتن حلمي. اللي عايز يطلعني من زملكاويتي يصف دمي قبل ما يطلعني من زملكاويتي. ده الرمز اللي احنا كنا دايما نقول نحتاج لمثله لينقذ نادي الزمالك، مش الناس الصمتة اللي سايبة النادي بيختطف وسايبة النادي بيحصل فيه تطاول وصراعات شخصية. نادي الزمالك وجماهيره بريء منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. بكرر شكري للكابتن حلمي. الحوار موجود كامل 16 دقيقة على قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، وكمان موجود على صفحتي الشخصية للي عايز يتابعه كامل. يعني كان يوم حافل وكان يوم جميل وكان يوم مهم، وسعدت بيكم النهاردة. وبكرر مليون مبروك يا كابتن حلمي، ومليون مبروك لنادي انبي، ودايما نجي لك في انتصارات كبيره. والنهارده كان بيقول لي نفسي افوز على الاهلي زي ما فزت على الزمالك علشان ابقى هزمت القطبين. فقلت له ربنا يدي لك اللي بتتمناه، راجل مخلص وبيشتغل بضمير وفارق مع نادي انبي، والناس فرحانه بيه جدا. وقابلنا مجموعه من اللعيبه كلهم افاضل ومحترمين، واستقبلونا استقبال كويس جدا. يعني كان يوم جميل جدا في ضيافه جنتلمان الكره المصريه والعظيم حلمي طولان صديقنا العزيز، في وجود صديقنا المحترم الاستاذ ابو المعطي زكي. ربنا ما يحرمنا من الحب في الله، وان احنا دايما وابدا نتجمع على المحبه في الله ولوجه الله. يعني ده كان اللايف بتاعنا النهارده. نتمنى ان احنا نكون لمينا على قد ما نقدر كل ما في الساحه من احداث واهمها. ان شاء الله باذن الله يسود العدل كل الارجاء، وان شاء الله باذن الله مصر ابيه قويه عفيه لا يمكن ان يستغلها اي انسان مهما كان. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، ولو تكرمتوا منشن لكل الاصدقاء على الفيسبوك واللي على اليوتيوب، ما ينسوش لايك اذا تكرمتوا. وكمان ارجوكم 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 يعني اشتركوا في القناه، واللي مش مشترك يتشرف علينا بالاشتراك ويفعل زر الجرس. كالعاده نقرا مجموعه رسائل نختم بيها. الصعيد الاصيل عبد الناصر زيدان، يا عم اشكرك. ميدو بحريه، الشريف محمد منصور، خد نفس واكتمه عده مرات تروح الزغطه، مش زغطه والله، كانت كحه صعبه. ولسه الحصانه لسنه 2022 الشريف محمد منصور. الاستاذ ابو حنين الشرقاوي، جريده النهار الجزائريه، بتتكلم عن بو نجاح ولكن ما عندناش اي اخبار لسه. احمد قال ما فيش. احمد عبد الحميد، ربنا يضرب الظالمين بالظالمين. يعني رسائل كتير، اعذروني مش قادر، يعني 5 رسائل كده جدعان عشان ما حدش يزعل مني. التقيكم في لايف جديد مساء اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى. ان كان في العمر بقيه ادعونا بالشفاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وبركاته.